مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، مساء الخير وأهلا بحضراتكم. لقاءنا مع حضراتكم بيتجدد من خلال حلقة جديدة من حلقات استاد الأهلي وتغطية على الهواء مباشرة لأهم الأخبار المتعلقة بالنادي الأهلي طبعا في المقام الأول وبالوسط الرياضي المصري وأخبار كرة القدم بشكل عام في مصر. أسئلة كتيرة هتكون النهاردة مطروحة من خلال حوار تفصيلي عن الكثير من الأمور، مستوى المنافسة في الدوري المصري، أيضا مواجهة التعصب والتطرف والعنف أو الشغب والفكر المتطرف اللي بيسبب مشكلات في الوسط الرياضي أو الوسط الكروي في مصر، إزاي نوصل لأفضل نتائج ممكنة فيما يتعلق بملء الاستادات مرة أخرى وعودة الجماهير للاستمتاع بمباريات المنافسات المحلية سواء الدوري أو كأس مصر. أسئلة كتيرة هتكون مطروحة وده في الجزء الثاني من هذا اللقاء، هتكون هذه التساؤلات مطروحة مع ضيفنا في استوديو استاد الأهلي الناقد الرياضي الأستاذ شريف عبد القادر. هنتكلم معاه عن كل ما هو متاح بشأن عودة الجماهير، إيه الاحتياجات الخاصة بهذا الأمر والعوامل اللي هتساعد إن شاء الله على نجاحه في الفترة الجاية، سواء من القائمين على إدارة أمور كرة القدم متمثلة طبعا في الكيانات الموجودة الرسمية الاتحاد المصري لكرة القدم والأجهزة الأمنية اللي بتنسق مع الاتحاد ومع كل المؤسسات والأندية المصرية وكل المؤسسات الرياضية بشكل عام لتخرج هذه التجربة تدريجيا بشكل ناجح وتعود لسابق عهد كرة القدم والمشاركة الجماهيرية في مصر، عشان نقدر بإذن الله نكمل منظومة يعني نجاح الاستثمار الرياضي وضخ مبالغ مالية وعودة إيرادات المباريات وإكمال الصورة الجميلة اللي بيلعبها الإعلام الرياضي في هذه المرحلة من خلال الاستوديوهات التحليلية والقنوات الرياضية ومنها بالتأكيد قناة النادي الأهلي وكل أيضا الفضائيات العاملة في مجال كرة القدم أو الرياضة بشكل عام. إزاي نكمل الصورة الجميلة دي بمشاركة بين المواطن المصري والمسؤولين المصريين، تفاهمات تقرب وجهات النظر وتخلينا نوصل لأفضل نتائج ممكنة في الفترة الجاية إن شاء الله، مع وضع كل الأطر والضوابط اللازمة يعني إن الأمور تكون منتظمة بشكل كبير، الكل يبقى عارف حقوقه وواجباته، وإن إحنا نلعب أدوار نكمل بعض في الفترة اللي جاية لصالح الرياضة المصرية ولصالح استمتاعنا جميعا بكرة القدم وبالرياضة بشكل عام. هنبدأ النهاردة باستعراض مجموعة من الأخبار مع حضراتكم. التحركات لا تنتهي طبعا مستمرة من كل القائمين على إدارة أمور النادي الأهلي، أعضاء مجلس الإدارة وفي مقدمتهم رئيس المجلس الكابتن محمود الخطيب. تنسيق دائما أبدا حريص عليه مجلس إدارة النادي الأهلي مع كل المؤسسات الرسمية القائمة على أمور الرياضة والمنظمة لشؤون الرياضة في مصر، في مقدمتها طبعا وزارة الشباب والرياضة. وزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبد العزيز استقبل الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي لبحث الكثير من الأمور وأيضا التفاوض حول بعض الأمور الخاصة بالمرحلة المقبلة وترتيبات المرحلة المقبلة وأيضا التفاهمات بشأن عدد من القرارات ما يخص فرع النادي في الشيخ زايد، طبعا الجهة الإدارية متمثلة في الوزارة، وكل التفاصيل ووضع النقاط على الحروف فيما يتعلق بإنهاء أي أمور لسه غير واضحة بشأن فرع الشيخ زايد على وجه التحديد، وأيضا الترتيبات الخاصة بالفترة المقبلة وكل مشاركات النادي الأهلي على كافة المستويات محليا ودوليا، والتنسيق أيضا بشأن عدد من المشروعات اللي طبعا مرتبط بها النادي الأهلي في الفترة الجاية زي مشروع القرن أو مدينة النادي الأهلي الرياضية. اللقاء تم فيه بحث الكثير من الأمور وكان لقاء ودي بين الكابتن محمود الخطيب والمهندس خالد عبد العزيز، وإن شاء الله تستمر التفاهمات بين النادي الأهلي وكل القائمين على إدارة أمور الرياضة في مصر بما يخدم طبعا مصالح النادي الأهلي وأعضائه وجماهيره ويسهم في تطوير والنهوض بمنظومة الرياضة ومنظومة كرة القدم بشكل عام في مصر. كان في تأكيدات من زميلي الإعلامي شريف فؤاد المتحدث الرسمي باسم مجلس إدارة النادي الأهلي على أن هذه الزيارة استهدفت بحث الكابتن الخطيب لفتوى وزارة الشباب بصفتها الجهة الإدارية بخصوص عضوية فرع النادي في الشيخ زايد، أيضا بعض الأمور الأخرى المرتبطة بالتفاهمات بشكل عام وتوفير التمويل اللازم والموارد المالية اللازمة لبدء وضخ هذه المبالغ المالية والروافد المالية في المشروعات الكبرى اللي بيعتزم النادي الأهلي الدخول فيها في الفترة القادمة وفي مقدمتها مشروع مدينة النادي الأهلي واستاد الأهلي. وأيضا عدم اعتماد النادي الأهلي بيحاول دائما أبدا يقلل أي جهد أو أي إضافة لأي أعباء على
خزانة الدولة أو ميزانية الدولة المتمثلة في الجانب الحكومي، أو أنه يكون ليس في حاجة إلى أي دعم مالي، وأنه يبحث دائما أبدا عن كل ما يخدم مصالحه ويوفر لها الدعم والموارد المالية والتمويل اللازم دون أن يحمل الدولة أي أعباء. جدير بذكر أيضا النادي الأهلي قد قام بتوقيع مذكرة تفاهم مبدئية مع مجموعة من المستثمرين هيشاركوا في إنشاء مدينة الأهلي الرياضية، واللي هتضم هذا الاستاد العالمي اللي أكد الكابتن محمود الخطيب أنه إن شاء الله هيكون واحد من أفضل 10 ملاعب وأفضل 10 استادات في العالم. أيضا في إطار التعاون مع كافة الجهات والنادي الأهلي بما له من صيت ذائع على المستوى العربي والأفريقي والدولي، النادي الأهلي حريص على مد أواصر التعاون والإخاء والصداقة من خلال دورات دولية ودية يشارك فيها عدد من ممثلي سفارات مختلف دول العالم في مصر. هذه الدورة أو بطولة الأهلي الدبلوماسية القائمة على الترتيبات الخاصة بها بتكليف من مجلس إدارة النادي وتكليف من رئيس مجلس الإدارة الكابتن محمود الخطيب، يتولى هذا الأمر وهذا الملف المهندس خالد مرتجي باعتباره هو المختص حاليا بعلاقات الأهلي الخارجية. في هذا الإطار قام وفد بقيادة المهندس خالد مرتجي عضو مجلس الإدارة وأيضا المهندس نادر خليل مدير التسويق بزيارة إلى السفارة الألمانية في القاهرة والاتفاق على بروتوكول التعاون وتوقيع بروتوكول تعاون مشترك بين السفارة الألمانية بالقاهرة والنادي للتنسيق حول مشروع بطولة الأهلي الدبلوماسية. واجتمع المهندس مرتجي مع عدد من مسؤولي السفارة الألمانية في القاهرة، وأيضا تم بحث الكثير من الأمور المتعلقة بمستقبل التعاون بين الأهلي وبين أيضا كل السفارات لمختلف دول العالم في مصر، ومنها بالتأكيد كان في المقام الأول بحث الأمور الخاصة بالتعاون مع الجانب الألماني من خلال هذه الزيارة. وللتأكيد على أنه طبعا توزيع الاختصاصات والأدوار أمر دايما في حسابات النادي الأهلي، ويكلف كل مسؤول من المسؤولين في مجلس إدارة النادي بالقضايا والملفات اللي هو أقدر وخبراته السابقة مناسبة لها بالشكل الأفضل اللي يخليه أكثر قدرة على العطاء في هذا الاتجاه. وضمن هذا التوزيع للأدوار والاختصاصات كان تكليف المهندس خالد مرتجي بهذه المهام الخاصة بترتيبات خاصة بعلاقات النادي الأهلي الدولية والخارجية. الجوكر هو الوصف طبعا بعد ما بنشوف الصورة مع حضراتكم، لسه بنتابع بعض اللقطات من هذه المباحثات اللي تمت بين المهندس خالد مرتجي والمسؤولين في السفارة الألمانية في القاهرة. هنعود للفريق الأول وأخبار الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي. طبعا دايما الوصف اللي بيقال عن نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر أحمد فتحي بأنه جوكر هو وصف دقيق، لأن هذا اللاعب من اللاعبين اللي أجمعت آراء الخبراء والمحللين أنه رغم أنه مركزه باك رايت هو ظهير أيمن، وهو دي أكتر عدد من المباريات أو نسبة مباريات بيؤدي ويشارك فيها في هذا المركز سواء في منتخب مصر أو في الفريق الأول في النادي الأهلي، إلا أن أحمد فتحي من الحالات النادرة ما شاء الله مش عايزين نحسده، لأنه بيقدر يؤدي بنفس الكفاءة إن لم يكن أفضل في أي مركز بيعتمد عليه فيه، وفي مباريات مهمة، مباريات مع منافسين على مستوى عالي جدا أو مباريات حاسمة لبطولات في بعض الأحيان ومباريات جماهيرية. أحمد فتحي في مركز الهاف ديفندر لاعب الوسط المدافع أو في مركز المساك بيجيد بنفس درجة إجابته على مدار السنوات الطويلة اللي فاتت اللي اكتسب فيها الخبرات الكبيرة جدا في مركز الظهير الأيمن، وهو بيقدم دايما حلول وبيوفر أكثر من بديل للمدير الفني وللجهاز الفني في اختياره وتكليفه للأداء في أي وقت وفي أي مكان يحتاجه فيه الفريق لظروف الغيابات أو الإصابة أو عدم جاهزية بعض النجوم أو بعض العناصر. هنتكلم أكتر عن جاهزية الفريق وغياب بعض العناصر، لأن عندنا كمان خبر آخر، يعني الخبر اللي قلناه وتابعناه مع حضراتكم بيقول أن أحمد فتحي هيغيب عن مباراة الرجاء للإصابة، وأن كمان في إصابة طفيفة لحقت بنجم الفريق العائد مهاجم الفريق مروان محسن. تفاصيل أكتر هنعرفها من خلال هذا الاتصال، ومعانا على الهاتف عضو الجهاز الفني ومدرب حراس المرمى في النادي الأهلي الكابتن طارق سليمان. مساء الخير يا كابتن طارق. خير يا استاذ محمد، ازي حضرتك؟ اهلا بحضرتك وسعداء طبعا بمشاركتك معانا في استاد الاهلي. ربنا يكرمك يا استاذ محمد، انا اسعد ان انا بعمل مداخله مع حضرتك. كابتن طارق، قول لنا اخر اخبار الفريق، مين اللي راجع من فتره تاهيل او استشفاء او اصابه، مين اللي جاهز للمباريات الجايه، ومين اللي تاكد غيابه وعدم جاهزيته لاسباب مختلفه عن المباراه القادمه؟ والله ما فيش شك طبعا ان في لعيبه يعني من فترة طبعا زي رامي بقاله فترة طبعا يعني ولسه فترة برضو بالنسبة للإصابة بتاعته، بالنسبة لنجيب يعني بدأ يرجع ولكن لسه برضو مش جاهزية بتاعته مش 100%. أحمد فتحي المباراة الأخيرة برضو حصل له شد خفيف في العضلة الأمامية،
فبرضه يعني الى حد كبير هيبقى بعيد، مش هيبقى متواجد يعني. انما بالنسبه للاصابه بتاعت مروان خفيفه يعني، ما فيش فيها ان شاء الله مشكله يعني، اصابه خفيفه النهارده، جزع بس في انكر رجله النهارده نتيجه كان في حفره كده في الملعب، فانكر رجله اتلوى، بس ان شاء الله تبقى خفيفه يعني باذن الله ان شاء الله. دي بالنسبه للعيبه اللي هي يعني. طيب حراس المرمى طبعا هنتكلم معاك شويه عن الفريق بشكل عام ورؤيه الجهاز الفني بقياده كابتن حسام البدري ومدير الكوره كابتن سيد عبد الحفيظ لمنحنى اداء الفريق بشكل عام، سواء في البطولات الخاصه زي مباراه كاس السوبر وفوز الاهلي بكاس السوبر للمره العاشره في تاريخه، وايضا مسار الاهلي وتالقه وتصدره مسابقه الدوري الممتاز. لكن خلينا اركز معاك شويه كابتن طارق على الجانب اللي اقرب لخبراتك دايما، هو حراس المرمى. نادي الاهلي حاله فريده، بيتبادل المنافسه فيه اكثر من حارس على مستوى عالي، شناوي، شريف اكرامي، احمد عادل عبد المنعم، واسماء اخرى ممكن تدخل في الحسابات. هل دي ميزه موجوده عندكم في الجهاز الفني ويعني متوفره لك تحديدا كمدرب لحراس المرمى؟ طبعا مفيش شك طبعا ان مركز حراسه المرمى في النادي الاهلي مش حتى الفتره دي، ما بنتكلمش حتى على شريف، على شناوي، على احمد عادل، لا حتى لو رجعنا ورا شويه هتلاقي كابتن اكرامي، كابتن ثابت، كابتن شوبير الفتره اللي كان فيها الحاضري طبعا كان معاه نادر السيد الفتره الاخيره، كان معاه امير عبد الحميد. فحراسه المرمى في النادي الاهلي طول عمرها يعني بقى فيه تنافس، وبقى فيه طبعا اكيد المنافسه دي بتخلق اكيد بترفع من مستوى الحراس اللي موجودين سواء بقى اثنين او ثلاثه، وده اللي شفناه الفترة الأخيرة الحمد لله رب العالمين. يعني المنافسة اللي موجودة بشكل كويس جدا بين الشناوي وبين شريف وعادل، وفي النهاية طبعا الشناوي الفترة الأخيرة هو اللي بيلعب، هو اللي يعني مشارك في معظم الماتشات الفترة الأخيرة ديت، والحمد لله يعني بيقدم أداء طيب وأداء متميز، وده اللي احنا عايزينه يعني. شريف برضه دخل كان في إصابة شوية، قعد فترة مصاب وبعدين رجع وبيتمرن بشكل كويس جدا، والفترة الأخيرة موجود معانا في الماتشات الأخيرة الماتشين أو الثلاثة الأخرى موجود في السكور. احمد عادل برضه لما شارك ادى بشكل كويس، لو نرجع شويه لماتش طنطا ادى بشكل كويس بعد النفيف في المحله، مباراه سموحه لعب احمد عادل وادى فيها بشكل ممتاز. فالمنافسه زي ما بقول لك يعني في النهايه طبعا منافسه شريفه، واحنا كمان يعني الحمد لله رب العالمين تعاملنا مع في المكان ده بشكل هادي وبشكل متميز. كابتن طارق، هل ممكن يبقى في تغيير في المركز ده الا لحالات الضروره؟ بمعنى اخر، هل دايما الاجهز والافضل من وجهه نظركم كجهاز فني فنيا وبدنيا في الحراس الموجودين وكلهم اصحاب خبرات، هل هو اللي هيشارك دايما بصفه اساسيه الا في حالات الضروره او الغياب للاصابه او تراجع المستوى، اي امور فنيه او بدنيه او طبيه؟ وهل المركز ده يحتمل التغيير بشكل دائم، ولا بتميلوا كجهاز فني وكابتن حسام بيميل الى تثبيت حارس المرمى اللي مقتنع في فتره من الفترات ان هو الاجهز؟ مفيش شك، كلام 100% كلام صح، ان احنا طبعا مركز حراسه المرمى ده يعني الاحتمالات ان يبقى فيه تغيير بشكل مستمر ده طبعا مش موجود خالص، حتى مش عندنا احنا بس، في العالم كله الاجهز والانسب في التوقيت الحالي هو اللي دايما بيشارك. مش معنى كده ان احنا برضو طبعا بنختار توقيتات معينه وبشكل معين، وتبقى مصلحه الفريق ان احنا ممكن برضو حد نحاول برضو ان اللي بيبقى رقم اثنين او رقم ثلاثه ده ما يبعدش بشكل كبير، بنحاول برضه نختار وقت مناسب انه يخش ويشارك. بس هو طبعا هو الطبيعي ان اللي جاهز واللي بيأدي بشكل كويس واللي مستمر في التميز في خلال المباريات اللي بتلعب هو اللي بيبقى دايما ان المركز ده مركز حراسه المرمى عالميا حسب تاكيداتك يا كابتن طارق، ما يحتملش تغييرات كتير الا للضروره. ما بيحصلش يا استاذ محمد، لو رجعنا كده لو شفنا كده مثلا هتلاقي اي نادي من الانديه الكبيره في اسبانيا، في انجلترا، في ايطاليا، هتلاقي حارس اوحد. يعني انا يعني موضوع ان يبقى حارس اوحد ده يعني مطلق مش موجوده، ولكن برضه ايه يعني زي ما بنشوف كده في انديه بتلاقي في حارس مرمى بياخد الكاس، او في كان في في برشلونه كان في حارس بيلعب في الدوري وفي حارس بيلعب في بطوله اوروبا. انما هو بشكل عام هو حراسه المرمى في اي مكان في العالم هو بيبقى في حارس بيشارك بشكل كبير وماشي بشكل كويس، فخلاص بيكمل. في النادي الاهلي السنه اللي فاتت احنا لعبنا 34 ماتش في الدوري، شريف اكرامي لعب 30 من ال 34، فكان ماشي بشكل كويس والدنيا ماشيه وكان بيأدي والدنيا كويسه، وعمل ما شاء الله يعني اداء متميز في الفتره الكبيره اللي احنا لعبنا فيها، كان فيها اكثر من مرتين 8 ماتشات في 8 ماتشات بدون اهداف، ما دخلش فينا اهداف رغم انه حقق رقم تاريخي في تاريخ مصر، ما اتحققش 22 مباراه بدون اهداف السنه اللي مش ورا بعض،
بنتكلم على 22 مباراة. طب هل أسعدك على المستوى الشخصي يا كابتن طارق، رغم أن حسب تأكيداتك ومقارنة بأرقام الموسم الماضي الشناوي كان بعيد عن المشاركة بصفة أساسية، لما احتجتوه كجهاز فني لقيتوه بهذا المستوى اللي أجمعت الأراء أنه أكثر من رائع، هل ده أسعدك على المستوى الشخصي ويمكن فاجأك بدرجة، ولا كنت متوقع منه الأداء ده باعتباره قدامك كل يوم وبتوجهه فنيا وبدنيا وبتتابع تدريباته وبتخطط له كحارس مرمى ضمن الحراس طبعا اصحاب الكفاءات الموجودين؟ هو ده اللي احنا بنشتغل عليه يا استاذ محمد، يعني ما ينفعش ان يبقى في يعني الفتره دي الشناوي اللي بيشارك بصفه اساسيه في معظم الماتشات. هل معنى كده ان شريف اكرامي واحمد عادل ما يبقاش عندهم جاهزيه؟ لا، لازم يبقى جاهزيه موجوده، لان ممكن بص التغيير في المتغيرات في الكوره سريعه جدا، وارد ان يبقى فيه لا قدر الله في اصابه، وارد ان يبقى فيه مثلا ايقافات للحراس، بيبقى عندنا انذارات، بيبقى عندنا حاجات كتير. فلو انت ما انتش جاهز وبتمرن بشكل كويس ومستمر في تمرينك وعندك صبر وعندك جلد، ان انت في اي وقت هتشارك، والفرص بتيجي كده. والشناوي لما بيشارك ويؤدي بشكل كويس، وفتره كبيره جدا ما كانش بيشارك السنه اللي فاتت، ما شاركش في عدد ماتشات كتير، وبيجي يشارك وبيؤدي بالاداء ده، اكيد ده برضه في تفاصيل كتير صغيره الناس ما بتشوفهاش. انما التفاصيل الصغيره الكتير دي طبعا احنا بنشتغل عليها معنويا ونفسيا طبعا في المقام الاول، اللي يعني يكون ما بيشاركش فتره كبيره وبيقعد وبيستنى دوره وبيستنى لما يجي فرصه، فاكيد الحاجات دي برضه بتاخد وقت وبتاخد مجهود ذهني. هل التعاون والروح اللي شايفها كابتن طارق بين الحراس، مين بيشارك، مين موجود خارج القايمه، مين بديل في البدلاء، هل الروح طيبه وجميله وفي تعاون ودعم منهم لبعضهم البعض زي ما احنا شايفين كم الزخم الموجود في عدد كبير من النجوم موجودين في صفوف الفريق، كلهم بيتعاملوا بمحبه واصدقاء واخوات وكلهم بيدعموا بعض بصرف النظر مين بيشارك ومين ما بيشاركش، رغم ان ده حق مطلق لهم طبعا وفي دايما منافسه من اجل الوجود في الملعب؟ مفيش شك طبعا يا استاذ محمد ان موضوع ان يبقى في روح كويسه في التمرين، وان الناس اللي ما بتشاركش ديت تبقى مهمه قوي قوي تتعامل بشكل كويس، سواء بقى من المدير الفني او حتى من مدرب الحراس، حتى هم مع بعضهم الكلام ده احنا بنشوفه. ويمكن كان في يعني قريب قوي كان في احد اللاعبين خرج واتكلم، شوف اتكلم ازاي على لعيبه النادي الاهلي بشكل عام، حتى مش مركز حراسه المرمى بس، يعني بيتكلم ان انا في حياتي ما شفت لعيبه بالشكل ده، وفي حياتي ما اتعاملت مع لعيبه كده، وفي حياتي انا ما شفت حب اللعيبه مع بعضها بالشكل ده. ففعلا ده موجود في النادي الاهلي، يعني حتى مش يعني مش على المستوى الصغير بتاع حراسه المرمى في النادي الاهلي، على مستوى حتى الفرقه كلها. يمكن احنا كمان زيكم يا كابتن طارق متاكدين كفريق عمل واسره القناه متابعين ده معاكم لحظه بلحظه، ومتاكدين من وجود الروح دي والتعاون ده بين نجوم الفريق سواء لاعبين او حراس مرمى، بس احنا حريصين على اننا نطرح التساؤلات دي عليك عشان تاكد ده للمشاهدين وللجمهور اللي بيتابعكم ومهتم باخبار الفريق. لا هي عيلة يا استاذ محمد، النادي الاهلي ده عيلة عيلة عيلة، يعني عيلة الحمد لله رب العالمين. التعامل محترم حتى بين الجهاز واللعيبة، بين اللعيبة وبعضها، بين حتى الجهاز مع بعضه، وبالك كل ده بيتشاف، يعني حتى ما احنا مع بعض فترة كبيرة جدا، مع بعض في المعسكرات، مع بعض السفريات، مع بعض حتى في التمرين، فدايما الاحترام في النادي الاهلي موجود بين الجهاز وبعضه، بين اللعيبة وبعضها، بين اللعيبة والجهاز، حتى العمال هي اسره زي ما بقول لحضرتك، عيله كبيره، التعامل ده بيبان والناس بتشوف، فالحمد لله رب العالمين بيتوارث الكلام ده. والحمد لله لما حتى اللعيب بيخرج بره المنظومه وبيجي يتكلم عن النادي الاهلي، بتشوف الراجل بيتكلم، اللعيب ده بيتكلم ازاي وبيشكر ازاي في اللعيبه وفي الجهاز وفي مجلس اداره، بيقول لك انا في حياتي ما شفت نادي بيتعامل بالشكل ده. الحمد لله رب العالمين، يعني احنا الكلام ده بيتوارث والكلام ده موجود ومتاسس جوه النادي الاهلي، فاتمنى ان شاء الله ان يستمر زي ما بقول لحضرتك. ده يستمر باذن الله، كلنا بنتمنى الكلام الجميل والايجابي اللي بتشير له يا كابتن طارق يستمر مع الفريق. وحابين كمان نسالك ونستفيد بمشاركتك معانا دلوقتي على الهواء في اننا نعرف اخبار الفريق ايه بشكل عام. تقييم الجهاز الفني بقياده كابتن حسام البدري لمنحنى اداء الفريق، الفوز بشكل الحمد لله مستمر ومتتالي في مباريات مهمه جدا، وشفنا اكبر نموذج قدمه الفريق في الشوط الثاني في المباراة اللي فاتت، قلب المباراة وتفوق على المنافس وحول تقدم المنافس إلى تراجع وتفوق الأهلي وفاز باللقاء 2-1. عايزين نعرف كابتن حسام بيتعامل مع ده إزاي، تركيز اللعيبة، استمرار اللعيبة على نفس المستوى ونفس التركيز والاستعداد النفسي والبدني والفني للمباريات عشان منحنى الأداء ما يتراجعش. ما فيش شك طبعا الفترة الأخيرة يا أستاذ محمد الحمد لله رب العالمين الأمور مستقرة والأمور هادية، بعد طبعا زي ما حضرتك كلمت كده الفترة الأخيرة الحمد لله في انتصارات بشكل كويس، سواء في الدوري أو حتى مباراة السوبر الحمد لله الفترة الأخيرة ديت. بس في النهاية برضو احنا يعني احنا ما بنشتغلش عشان نكسب ماتش أو اثنين أو ثلاثة، أنت عارف النادي الأهلي دايما
انت بتلعب على البطوله اكيد، فبتكسب ماتشات، وبعد بعد بعد ما بتكسب المباراه وبتخلصها بتقفل على طول عشان تشتغل على المباراه اللي بعدها. انت عارف ان ضغط المباريات وكل 4 ايام وكل 3 ايام مباراه، وانت طبعا بتشتغل على البطوله، بس البطوله بتيجي مباراه مباراه زي ما احنا شغالين كده. فكل مباراه بنخلصها كابتن حسام والجهاز اللي معاه بنقعد ونشتغل على المباراه اللي بعدها، وبنتفرج على الفيديوهات فيها بشكل كبير، بنتفرج مع اللعيبه وبنركز. حتى كابتن حسام في بعض الاوقات بيجيب لعيب من الفرقه الثانيه ويجيب الحاجات المميزات بتاعته، او حتى لو في سلبيات، وده اللي احنا شغالين عليه. يعني الاستعداد بنفس درجه التركيز والجديه لمباراه الرجاء المباراه القادمه. مفيش مباراه يا استاذ محمد، مفيش مباراه للنادي الاهلي مباراه سهله، مفيش مباراه احنا بنلعبها المباراه في النهايه هي 3 بونت. يعني مباراه الدوري بشكل عام، الرجاء زي الزمالك زي الاسماعيلي زي اي مباراه بنلعبها هي 3 بونت. وكمان الفرق الناس تبقى فاكره، لا ممكن الماتش يعني زي ما انت شايف الاسيوطي ما شاء الله بيأدي بشكل كويس. فرق كتير ممكن ما تبقاش انت تعاملت مع المباراه بان هي مباراه سهله ومباراه كده كده تكسبها، المباراه بتتصعب علينا، وبعدين حسب بقى احداث المباراه. فمن هنا طبعا كابتن حسام بياكد دايما على الحاجات دي، ان اي مباراه احنا بنلعبها النادي الاهلي بينافس على البطوله وعايز ياخد بطوله. ودي شخصيه كمان او طابع شخصيه كابتن حسام البدري يا كابتن طارق، انه ما بيحبش يحتفل الا بعد الانجاز في نهايه الموسم او بالحصول على بطوله، لكن كل مباراه بيقفل صفحتها حتى لو فاز وبعرض جيد وبعدد كافي من الاهداف بيقفل الصفحه ثاني يوم. خد بالك برضه حتى بعد البطوله ما بتحتفلش عشان بيخش في بطوله ثانيه على طول، فالاحتفال في النادي الاهلي في اضيق الحدود بص فاضيك الحدود بالظبط كده. والله بجد يعني انا بتكلم بجد، يعني بقالنا فتره شغالين بالشكل ده، فاحنا بناخد بطوله بنبص يعني ناخد دوري الجمهور يقول لك افريقيا يا اهلي، ناخد افريقيا الدوري يا اهلي، ناخد دوري السوبر يا اهلي. فهو ده طبع النادي الاهلي خلاص. انت قدر النادي الجهاز او مجلس اداره او لعيبه ان احنا نادي كبير وكيان كبير جدا، فالكيان ده متعود انه اي بطوله بيدخل فيها عشان ينافس على المركز الاول بس، فبيخلص البطوله. يعني احنا جينا من الامارات على طول، ثاني يوم كنا عندنا دوري، فالدوري دوري طويل، فكل مباراه بالنسبه لنا مهمه جدا جدا ان احنا ما نفقدش بنقاط وناخد عشان ربنا يكرمنا ونحسب الدوري ان شاء الله. يعني ان شاء الله طبعا بتيجي دايما صعوبه كل مباراه بنلعبها يا استاذ محمد، ان النادي الاهلي هو مركز اول، فبنخلص مباراه بنفكر في اللي بعدها على طول. هو ده اللي احنا تعودنا عليه منكم، من الجهاز الفني ومن النجوم لاعبي الفريق الاول، وان شاء الله تستمر البطولات والالقاب والانجازات. بشكرك على مشاركتك معانا كابتن طارق سليمان، وطبعا يعني بنثني ايضا على جهدك الكبير مع حراس المرمى، وده بينعكس على مشاركه اي حارس في اي مرحله بيحتاجها الفريق زي ما شفنا مستوى الشناوي. وبشكرك على المستوى الشخصي كمان، دائما ابدا من الشخصيات كابتن طارق سليمان الملتزمه في ظهورها الاعلامي، في مشاركاتها، في تصريحاتها، من الشخصيات المناسبه جدا واللي تصرفاتها راقيه وبسلوك راقي يليق باسم النادي الاهلي وجهازه الفني. من الشخصيات اللي بتمنى يبقى ده الشكل الموجود عند جميع الرياضيين ونجوم الرياضه في السلوك وفي التحدث وفي الحديث عن المنافسين وفي اي حتى اراء بيبديها عن اي منافسات خاصه بكره القدم او الوسط الرياضي بشكل عام. شكرا جزيلا كابتن طارق سليمان. عندنا عدد من الاخبار هنمر عليها سريعا لانه اشار لها بشكل او اخر الكابتن طارق. طبعا قلنا غياب احمد فتحي نجم الفريق وجوكر الفريق الاول في المباراه القادمه، والاصابه الجديده لحقت بمروان محسن نجم هجوم الفريق العائد بعد فتره طويله جدا طبعا استغرقها برنامجه العلاجي والتاهيلي، وان شاء الله يشارك على مراحل ويرجع بقوه في الفتره الجايه ونشوف مروان في افضل حالاته ويكون اضافه ويشارك بقوه مع منتخب مصر في نهايات كاس العالم في روسيا ان شاء الله. وبيضيف طبيب النادي الاهلي الدكتور خالد محمود ان مروان هيخضع لفحص طبي على هامش مران الفريق غدا الاربعاء لتحديد موقفه من المشاركه في مباراه رجاء بالدوري، وده تصريح مطمئن من الجهاز الطبي او طبيب الفريق، لانه معناه انه الحمد لله الاصابه يعني طفيفه وليست خطيره. الكابتن حسام البدري بيخصص فقره لضربات الجزاء في مران اليوم، من المهارات اللي بيحتاجها دايما اللاعب في بعض المواقف الحاسمه سواء في مباريات دوري او مباريات كؤوس، فده من الامور طبعا ضمن المهارات اللي اكيد حريص الجهاز الفني والكابتن حسام البدري المدير الفني على انه ما يتناساش اي جزء منها وانها تبقى متكامله وعلى اعلى مستوى من الجاهزيه عند كل عناصر الفريق. ونجيب زي ما قال كمان كابتن طارق سليمان بيقترب من العودة ويواصل برنامجه التأهيلي ويستعد. أيضا يعاني نجيب طبعا من إصابة في العضلة الضمة، شد في العضلة الضمة أبعدته عن تدريبات الفريق خلال الفترة الماضية، لكن بيستمر برنامجه العلاجي والتأهيلي مع الفريق وإن شاء الله يشارك ويكون موجود بقوة في الفترة القادمة. معانا على الهاتف الأستاذ محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة الاتحاد
المصري لكرة القدم. مساء الخير يا أستاذ محمد. أهلم الله يخليك. أهلا بحضرتك وبشكرك على المشاركة معنا. عندنا عدد من القرارات، ياريت نستعرض سريعا مع حضرتك أهم القرارات اللي صدرت عن اجتماع اليوم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، اجتماع اتحاد الكرة المصري. والله هو النهاردة كان في تشكيل المنتخبات الوطنية، منتخب الأولمبي ومنتخب 2001، وطبعا اتعلنت أسماء الناس اللي وقع عليها الاختيار. عندنا كمان قرار تعيين كابتن جمال علام مستشار اتحاد الكوره. عندنا كمان هي القرارات اتعلنت يعني كلها معانا القرارات. احنا بنسمع منك رؤيتك للقرارات دي واهميتها في المرحله دي يا استاذ محمد بشكل عام. احنا عندنا قرار تعيين الكابتن شوقي غريب مدير فني للمنتخب الاولمبي، الكابتن اشرف قاسم مدير فني للمنتخب 2001، وايضا اتحاد الكره يشكل لجنه لاداره الاكاديميات، وطبعا اللائحه المقدمه الموافقه على اللائحه المقدمه من الدكتور محمود سعد المدير الفني للاتحاد، وعوده قائمه ال 25 لاعب الموسم المقبل، وتعيين طبعا المستشار لاتحاد الكره اللي حضرتك اشرت اليه الكابتن جمال علام. يعني مجمل القرارات دي، هل اتحاد الكره حسم اهم الملفات المطروحه امامه في اجتماع اليوم، ولا لسه في قضايا عالقه بيبحثها في اجتماعاته القادمه؟ قضايا مهمة لسه. طبعا في بعض القضايا زي المديرين التنفيذيين للمناطق، برضو بعض المتطلبات ومستلزمات الفريق الاول. يعني احنا زي ما بيقولوا كده يعني 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 الشغل شغال دايما على قدم وساق يعني، ولما اكيد في اي حاجه مجلس الاداره ما بيترددش، حتى لو ما فيش يعني لو ما فيش ميعاد معلن بنتكلم مع بعض في التليفون الناس وبنستمع وبنقعد يعني بنقرر. طيب استاذ محمد، هل الامور ماشيه كويس؟ يعني احنا عارفين ان دايما مجلس اداره النادي الاهلي حريص على التنسيق مع الاتحاد المصري لكرة القدم في كل القضايا الخاصة بتنظيم المسابقات والتواصل مع الأندية ودعم المنتخبات الوطنية. هل الأمور ماشية كويس فيما يتعلق بالترتيبات والتنسيق مع الأندية المصرية بشكل عام؟ وهل بتهتموا بالاستماع إلى وجهات النظر كلها عشان توصلوا لأفضل قرارات تخدم نشاط الكرة بشكل عام في مصر؟ والله مجلس الإدارة كله يعني علاقتنا كلها بالجمعية العمومية، كلنا متدخلين مع الجمعية العمومية ومع كل المشاكل الصغيره والكبيره وكل حاجه بتطرح على على بتعرض على اعضاء مجلس الاداره، واعضاء مجلس الاداره على طول يعني الناس بنتكلم مع بعض في كل ما يخص مشاكل الانديه اول باول. يعني اي حد بيتكلم حد فينا على مشكله، يعني انا لسه قبل حضرتك ما اتصل على طول متلقي مكالمات على بعض المشاكل وبعض الامور، مش هنقول مشاكل يعني بعض الامور اللي بتستوقف بعض الانديه في بعض الامور. على طول احنا بنتكلم مع زمايلنا وبنوعدهم اذا كان في مثلا مساعدات ماليه، كان في مشاكل في اللجان بتاعت المسابقات، ما بنتاخرش يعني ابدا. اخيرا استاذ محمد، سؤال اخير لحضرتك، ليه استقريتوا على عوده قائمه ال 25؟ وهل ده كان قرار من خلال اراء طرحت من داخل مجلس اداره الاتحاد المصري لكره القدم، ولا بناء على مطالب وعلى تواصل؟ هل اخذتوا راي الانديه ولا لا في القضيه دي؟ وايه سبب القرار بعوده قائمه ال 25؟ والله السنه اللي فاتت احنا قلنا يا جماعه 25 وخمسه استبدال، والأندية أصرت على الـ30، وطبعا كان إصرارهم على الـ30 كان طبعا لم يعني يوافقهم الصواب فيه، لأن الأندية أكثر الناس اللي تأذت من قرار الـ30. لكن السنة دي إن شاء الله القرار اتخذ على طول بدون الرجوع للأندية بأن يكون 25، ده لما في صالح العام يعني الكرة المصرية.
ان شاء الله تسير الامور في اتجاه الافضل، سواء فيما يتعلق بترتيبات الامور الخاصه بالمنافسات الخاصه بالانديه على المستوى المحلي والافريقي والدولي، وايضا دعمكم للمنتخب الوطني الاول لكره القدم وتوفير المناخ المناسب لافضل استعداد ان شاء الله لنهائيات كاس العالم القادمه في روسيا. استاذ محمد ابو الوفا عضو مجلس اداره الاتحاد المصري لكره القدم، بشكر حضرتك شكرا جزيلا، وتابعنا خلال هذا الاتصال او هذه المداخله الهاتفيه بعض اللقطات من كواليس الاجتماع الخاص بالاتحاد المصري لكرة القدم، وشفنا أكثر من كادر من كوادر الاتحاد، منها زملائنا من الإعلاميين طبعا سيف زاهر وخالد لطيف، ومن نجوم الكرة حازم إمام، مجدي عبد الغني، طبعا مع حفظ الألقاب للجميع، نجوم كرة سابقين سواء في النادي الأهلي أو نادي الزمالك أو منتخب مصر، وأيضا كوادر من الإعلام الرياضي ومن الوسط الإعلامي الرياضي، ونتمنى أنهم يكونوا موفقين سواء في التواصل مع الأندية والجهات المرتبطة والمحتكة بنشاط كرة القدم بشكل عام، والاستفادة من آرائها لإثراء الآراء اللي بتوصل لاتحاد الكرة أنه يبني عليها أفضل قرارات ممكنة ويصل لأفضل استنتاجات ممكنة، يبني عليها رؤى واستراتيجيات العمل الخاصة به في الفترة الجاية، أو طبعا استعدادات المنتخبات الوطنية بشكل عام، وبنتمنى التوفيق للأجهزة الفنية اللي أشرنا إليها منذ قليل والأسماء اللي تم تكليفها بالمهام مع مختلف المنتخبات. أخيرا سموحة يصعد للمركز الرابع بعد الفوز على النصر، فريق سموحة حقق فوز مهم جدا على فريق النصر بهدفين نظيفين في المباراة اللي جمعتهم مساء اليوم في استاد القاهرة، وبهذا الفوز تصدر طبعا أو وصل للمركز الرابع في المسابقة فريق سموحة بعد تفوقه على النصر 2-0، وبيدخل في طبعا المربع الذهبي في هذه المرحلة من مراحل السباق في الدوري الممتاز المصري لكرة القدم. لسه القضايا والأخبار والموضوعات مستمرة، لسه عندنا أمور كثيرة جدا هنناقشها مع حضراتكم. الاستثمارات الرياضية في مصر وأهميتها وتسويقها بالشكل الأمثل، الإعلام الرياضي ما له وما عليه، وكيف يخرج برسالة تتوافق مع ما نرجوه في الفترة الجاية من تواصل الجمهور مع المسؤولين في الأندية، وترابط الجميع في الوسط الرياضي مسؤولين ولاعبين وأجهزة فنية وجماهير وأعضاء للأندية عشان نوصل لأفضل شكل ممكن فيما يتعلق بعودة الجماهير وملء الاستادات مرة أخرى بالجماهير، ولكن في إطار مقبول يفيد ولا يضر. وأيضا أسئلة كثيرة عن مسار النادي الأهلي ومستوى أدائه ومنحنى أدائه في الفترة دي، والتوقعات الخاصة بالعناصر اللي ممكن تنضم للنادي الأهلي واحتياج النادي الأهلي لعناصر جديدة من عدمه مع هذه الوفرة الموجودة بين صفوفه ونجومه ولاعبيه. فاصل ونعود نستكمل هذه التغطية من خلال استاد الأهلي، وينضم لنا بعد قليل الصديق العزيز الناقد الرياضي الأستاذ شريف عبد القادر. فاصل ونعود. مشاهدينا أهلا بحضراتكم مرة ثانية، لسه معاكم من خلال استاد الأهلي. يمكن موضوعنا الرئيسي النهاردة اللي اتفقنا عليه كأسرة عمل في قناة الأهلي وفريق الإعداد، والموضوع اللي شفنا أنه بيفرض نفسه في الفترة دي، لماذا لا يمكن أن تعود الجماهير لتملأ استادات كرة القدم في مصر في كل المنافسات المحلية؟ بين مؤيد ومعارض الآراء بتختلف، ناس بتقول مستحيل في الفترة الجاية وعندهم أسباب من وجهة نظرهم منطقية جدا، ناس تانية بتقول إزاي متأخرين لحد دلوقتي وليه ما ترجعش الجماهير في أسرع وقت زي ما بنشوف في العالم كله، وعندهم وجهة نظر أيضا تدافع وتدعم رأيهم منطقية أيضا. لكن بصراحة شديدة الموضوع مش مرتبط بس بعودة الجماهير، عودة الجماهير جزء من منظومة، استقرار، التزام، ضوابط، معايير، مسؤولية على كل الناس مطلعين بيها. جمهور عارف مسؤولياته، عارف واجباته وحقوقه وهو بيستمتع بهذه المباريات وبيشجع فريقه اللي بيحبه، سواء كنا بنتكلم عن الأهلي أو أي فريق منافس في مصر أو عن المنتخبات الوطنية. وأيضا رجال الأمن، المسؤولية الملقاة على المسؤولين عن تأمين هذه الاستادات، سواء كنا بنتكلم عن أجهزة رسمية بتتبع الدولة زي جهاز الشرطة أو أمن الاستادات والمنشآت أو أمن الأندية، من توكل إليه المهمة، حجم الأعباء الموجودة واللي هتواجههم والتحديات اللي بتواجههم. أيضا دور الإعلام الرياضي والصورة اللي بينقلها، وهي هل هي بتزكي الاحترام المتبادل بين الناس وعدم التجاوز وعدم التطاول، ولا احنا بنقول للناس ارجعوا وبنعلمهم التطاول في نفس الوقت لما بيشوفوا نماذج بتخرج عن كل ما هو متعارف عليه من معايير ومواثيق العمل الإعلامي وميثاق الشرف الصحفي والإعلامي والأخلاقيات المتعارف عليها أو السلوكيات اللي احنا معتادين ان هي دي المنطقية والطيبة والطبيعية ان الناس تلتزم بيها. أسئلة كتير، كل الموضوعات مترابطة ومتشابكة، لكن هنفرض مساحة كبيرة جدا للواقع، الحلم والواقع حول عودة الجماهير وما ينقصنا وما يجري العمل عليه للوصول إلى هذا الهدف إن شاء الله.
اسمحوا لي في بدايه هذا الحوار ارحب بضيفنا الكريم الناقد الرياضي الاستاذ شريف عبد القادر. اهلا بحضرتك يا استاذ شريف، وسعيد جدا بوجودك معنا النهارده. اهلا بحضرتك واهلا بمشاهدي قناه الاهلي، وانا الاسعد. ربنا يخليك استاذ شريف. مش هنبدا بشكل مباشر، هنبدا عن عوده الجماهير، هنبدا بامور كثيره جدا محيطه بهذا الامر. خلينا نتكلم شويه عن صوره الاعلام الرياضي. كيف تراه؟ تنامى الإعلام الرياضي، زادت عدد القنوات ووسائل الإعلام والفضائيات وأيضا وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية المتخصصة في مجال الرياضة، ولكن في تحفظات لجماهير، لمشاهدين، لمستمعين، لقراء على الكثير والكثير والكثير من التجاوزات. إيه السبب وتفسير حضرتك للمشكلة إيه، وإزاي نتخطاها نتجاوزها؟ أولا لازم نقسم الأول الإعلام، إعلام مرئي، إعلام مكتوب، إعلام اللي هو الصحافة الإلكترونية، وإعلام مسموع. بالتأكيد كل ناحية من دول أو كل جهة من دول ليها تأثير، والتأثير دوت بيتفاوت ما بين وسيلة وأخرى. لو الإعلام الفضائي، كلمنا في البداية على الإعلام الفضائي، بيلعب دور سلبي، سلبي جدا. ليه؟ أغلبه، مش كله يعني، أو يعني معظمه بيلعب دور سلبي، لأنه بيلعب على وتر نسبة المشاهدة، بيبحث عن نسبة مشاهدة، ففي طريقه لده بيضطر يعمل حاجات مخلة بميثاق الشرف الإعلامي، يضع نسبة المشاهدة كأولوية أو رقم واحد في التصنيف قبل المضمون والمحتوى. يعني ما بقاش الهدف إن هو يقدم منتج محترم لمتلقي مستني حاجة محترمة يتفرج عليها، بل الهدف إن هو يثير أزمة ويفتعل أزمة ويجيب أطراف الأزمة زي ما بنشوف، يعني يحصل سب وقصف وتبادل وتراشق ماشي، ويحقق ريت على مواقع التواصل الاجتماعي، يفتح بقى على اليوتيوب والكلام دوت. وممكن ما تكونش شفت الحلقه، بس هو معتمد، او الحلقه مش متشافه او البرنامج متشاف، بس هو معتمد على ان هو بيترفع على اليوتيوب، بيترفع على فيسبوك، على تويتر، على الكلام دوت، والناس بتتفرج. فده اعلام عمل دور سلبي. يعني الاعلام او وسائل الاعلام حضرتك اكدت ان بعضها وليس الجميع، لا عشان معظمها، معظمها فضائي، بتكلم الفضائي الاول. هنا في الحاله دي حضرتك شايف الممارسات دي ميكافيليان، ميكافيليه الغايه تبرر الوسيله، طبعا اكتشاف على حساب الاخلاقيات والمضمون والرساله طبعا وكل شيء. وياما جت في الفتره الاخيره دي ملاحظ لمقدمين برامج وضيوف واول اخره، ومفيش فايده، يعني مفيش حد بيتعظ ولا بيعرف ان اللي هو بيعمله ده يعني بيأجج المشاعر بين الجماهير وبين ادارات الانديه وبين الاجهزه الفنيه في مختلف الالعاب، مش في الكوره بس يعني، بس طبعا عشان الكوره هي اللي ظاهره بشكل كبير. ففي ازمه كبيره مخلفها الاعلام الفضائي تحديدا، وازمه تداعياتها مستمره، وازمه تخلينا اكد لك ان الجمهور في الحاله اللي ماشي بيها الاعلام دوت لا يمكن، لانه الدور السلبي ده مأثر بشكل كبير جدا. وحضرتك يعني مش هندفن راسنا في الرمل، لو تابعت الفضائيات في اخر 10 ايام بس، اخر 10 ايام مش كم التجاوزات، كم التجاوزات اللي حصل فيها، والخروج عن النص والالفاظ اللي اتقالت وتراشق والاخره، يبين لك، يقول لك الوضع واصل لايه، الوضع مذري. حضرتك شايف ان ده مش بس المصطلح اللي بنستخدمه دايما، ان دي ممارسات من شانها انها تغذي التعصب، لا دي يعني كاننا بناكل الناس التعصب. بالتاكيد طبعا، بالتاكيد يعني طبعا، احنا بنطعم الناس التعصب ده. حضرتك اكيد يعني في الاسر بتاعتنا، عائلات مثلا موظفين هتلاقي الاحاديث كلها بتدور حوالين شفت اللي حصل امبارح في فلان وعمل ايه فلان يرد عليه، الاحاديث دايره في الكلام ده كله ماشي، لها تاثير او انطباعات بتؤثر في الشباب في المتلقي طبعا من الجماهير، تنعكس على سلوكياتهم في الاستادات. بالتاكيد طبعا، بالتاكيد طبعا، ده تاثير سلبي كبير جدا، وعلى التصرفات حتى، يعني حتى الجماهير اللي بتروح الاجزاء اللي هي 200 300 اللي بيروحوا دلوقتي بيخشوا المباريات دلوقتي، بيبقى في ردود فعل جوه، ما بالك بقى لو حضر 20,000 و25,000 مباراة مهمة وفيها حساسية بين جماهير، ده تنافس شديد. نمرة 2، إعلام الإلكتروني اللي هو المواقع ده يعني فقد السيطرة عليه، يعني تم فقدان السيطرة عليه، لأن أنت ممكن في أوضة جاهزين كمبيوتر وصلة نت، بقى عندك موقع، اضرب على السوشيال ميديا بتاع، اضرب أي حاجة بقى، فلانة مش عارف عكست فلان، فلان تحرش بفلان، ده على المستوى العام في الرياضه يعني بقى، فعليا كيان مش مرخص له بالعمل اصلا، يعني ما لهوش اي ده، ما فيش سيطره عليه، وزي ما انت شايف كده، واخبار وضرب واي حاجه، سياسه، رياضه، ثقافه، اقتصاد، اي حاجه ارمي.
وحقق نسبه متابعه وبتاع وكده والناس تخش عليه، فده يعني فقد السيطره عليه، وبرده دور سلبي ممتاز في العمليه بتاعتنا. هنيجي على يمكن الاعلام المكتوب الى حد ما يعني في توازن شويه، خاصه ان معظم الجرايد بيبقى فيه معايير برضو، وبعض الصحفيين بيبقى لسه عندهم اللي هم يعني اللي هم اعضاء النقابه يعني او اعضاء رابطه النقاد الرياضيين برضو بيبقى لسه فيه. لكن نيجي بقى اقلهم ضررا هو الاعلام المسموع، يعني شباب الرياضه، شويه البرامج اللي هي في الاذاعات الجديده دي، يعني بيبقى اقلهم ضررا. لكن ليه شايفها اقلهم ضررا او بمعنى اخر اكثرهم التزاما؟ لانها يعني اقلهم متابعه، يعني اقلهم متابعه، يعني حاجات بسيطه جدا يعني الاقل متابعة. يعني دايما الناس في العربيات مثلا تسمع المباريات على اذاعه شباب ورياضه، ففي ميثاق عمل في اذاعه شباب ورياضه قليل لما بتروح لاذاعات من الجديده دي اللي هي فيها برامج جديده دي، لكن الغالبيه اذاعه شباب ورياضه. فدي في معايير وفي قيم وفي يعني الحقيقه القيم دي موجوده لغايه دلوقتي يعني. مهما اختلف البعض او اتفق مع مستوى الاداء ساعات برضه بيشد اتحاد الاذاعه والتلفزيون الى حد ما. يا استاذ شريف مش عارف حضرتك متفق ولا مختلف مع الاراء دي، انه يبقى محافظا دائما ابدا على السلوكيات اكيد اذاعه شباب ورياضه الشرف الصحفي والاعلامي. لكن بعض البرامج اللي هي في اذاعات الجديده دي اللي هي الخاصه واللي طلعت جديده دي بيبقى لهم برضه بعض التصرفات كده او بعض الخروج عن النص باستضافه اشخاص معينين برضه بالهدف ان انت برضه تعمل حاله استماع وبتاع وكده، لان برضه بيترفع. طيب الحاجات دي استاذ شريف اين مسؤوليه الكوادر اللي الناس بتتاثر بيها بتحبها؟ نجوم لاعبين سواء كره قدم او اي رياضه ثانيه، مسؤولين في اتحادات رياضيه، مسؤولين في انديه، اعلاميين رياضيين، كل هذه الفئات لها مريدين، لها معجبين، لها متابعين، وبتؤثر في فئات مختلفه. تاثير بيبقى اكبر كلما قل المستوى العمري، المرحلة العمرية، وكلما كمان كانت الظروف الثقافية والمعيشية والتعليمية بتاعت الشخص أقل شوية، لأنه بيتأثر بدرجة أكبر، ما عندوش الخبرات اللي تخليه يفرز ويصنف ويقول لا مش هتأثر بدي وهتأثر بدي بالنموذج الإيجابي. إيه دورهم؟ إيه دور نجوم المجتمع ونجوم الوسط الرياضي؟ للأسف أغلبهم بيتجرجر للموقع للحاجات دي، بيتأثر بشكل كبير، يعني بدل ما هو يبقى جهه منوط بيها تحذير وان هو يحايد الناس والاخره، ويبقى له دور ايجابي في ان هو يبتعد عن العصبيه والتعصب وان يحصل ازمات والكلام دوت، بعضهم او يعني معظمهم برضه للاسف بيتجرجر للحاجات دي، للرد على تصرف خارج، للدخول في نزاع. توسمنا خيرا في الهيئه الوطنيه للاعلام، وان هي تكون قراراتها رادعه، وان هي تكون قراراتها ملزمه. لكن يعني انا شايف ان حصل موقفين وحصل فيهم قرار ولم ينفذ، لم يلتزم به من الجهه اللي هي وقع عليها. الكلام ده حصل في التلفزيون المصري للاسف، يعني مع احترامي وتقديري للاشخاص، لكن كان في قرار بايقاف حد مثلا وما تنفذش القرار ده. ماشي، قد يكون هو ما اخطاش، بس هو ترك مساحه لاعلى الاخرين يدخلوا في الهواء ويحصل خطا ويحصل غلط. طب عفوا يعني حضرتك بتقول في الحاله دي او النموذج ده كان القرار ضد شخص بيعمل داخل التلفزيون المصري بايقافه ولم يلتزم هي الواقعه دي انا شخصيا ما اعرفهاش، انا اعرف انه ده حصل على مستوى فضائيه خاصه لا وفي فضائيه ولم يلتزم بالقرار، لكن جوه بالتاكيد طبعا. فطبعا ادي الهيئه الوطنيه للاعلام اللي هي الجهه المنوط بيها اصلاح حال الاعلام المصري قراراتها لا تنفذ، ودي مشكله كبيره، دي مشكله كبيره، وقراراتها لا تنفذ على تلفزيون الدوله. يعني ممكن في الاعلام الخاص حد بتاع الهوا هوانا ماشي واحنا بنعمل اللي احنا عايزينه، لكن في تلفزيون الدوله يصدر قرار بمنع مذيع او ايقافه او تحويل التحقيق او الى اخره، ويتم ضرب هذا القرار ويظهر في الاستوديو. طيب هل عند حضرتك عشان كمان نبقى المعلومه دقيقه، هل حضرتك متاكد انه صدر؟ لا عفوا يعني مش قصدي انه ما فيش حاجه حصلت، لا طبعا بالتاكيد هناك سبب لما تقول، ولكن هل حضرتك عندك المعلومه ان تم ايقافه ولا ربما احيل التحقيق ولم يجدوا لديه تم إيقافه يستوجب العقاب؟ تم ايقافه. عموما المشكله دي احنا ممكن يعني نراجعها مع المسؤولين، لان ما نعلمه انه على اقل تقدير قرارات ورؤى الهيئه الوطنيه للاعلام ملزمه داخل اتحاد الاذاعه والتلفزيون الى اقصى درجه. بقول لحضرتك ده علم اليقين، فلو في حاله لم تتم متابعتها او في خلط او لبس في الامور دي معلومه ممكن نتاكد منها طبعا، لانه يستوجب الامر التساؤل عنه. لكن ما نعلمه ان الهيئه في المقام الاول قراراتها متعلقه بتنظيم الاعلام، هل تطالب بزياده مساحه صلاحياتها
وإمكانية تدخلها لوقف أي ممارسات خاطئة بالتأكيد. بقوة القانون في الإعلام مش لا هي عندها الصلاحيات كلها حضرتك. أنا ما بطلبش إن زيادة صلاحيات، هي عندها كل الصلاحيات، بس على يجب إن هم يتابعوا تنفيذ قراراتهم ويبقوا في صرامه في تنفيذ القرار، انها تتفعل القرارات، انها تتفعل القرارات. يعني ما ينفعش حتى لو قناه خاصه، اذاعه خاصه، موقع خاص، يتفعل القرار ويتوقف الحاجات دي كلها. لان حضرتك يعني احنا رايحين في حته صعبه جدا، سوداء، رايحين في منطقه سوداء بسبب الاعلام. واديك شايف حتى اللي حاصل النهارده طول النهار بسبب الازمه اللي حاصله طول النهار، النهارده طول اليوم النهارده متابعات واخبار غلط وتقارير غلط ومش عارف ايه، وراح وجه ووقف ومش عارف ايه، وانسحب وما انسحبش وتعليق. لا، في ازمه بسببها الاعلام بشكل عام، ويمكن السيد الرئيس قال الكلام دوت. طيب هل الامر قال الكلام ده في المؤتمر الاخير؟ اشار لها سياده الرئيس في المؤتمر الاخير. طبعا هل الامر قاصر فقط على مسؤوليه الجهات المنوط بها الرقابه وتوقيع العقوبات او منع اي خروقات للنشاط الاعلامي المقبول والمسموح به والمتعارف عليه؟ فين المسؤوليه الادبيه والاخلاقيه للنجوم المؤثرين في المجتمع وفي الجماهير وفي المشاهدين يا استاذ شريف؟ الناس ليه ما بتلتزمش من نفسها بدرجه ما؟ وهل هنقدر ان كل واحد يبقى دايما في رقيب عليه في كل حاجه بيقولها، ويبقى دايما في محطوط تحت سبوت انه 24 ساعة لو غلط غلطة في اي مكان هترصد وهيتعاقب، ولا في مسؤولية على الناس نفسها بقى؟ هكون صريح مع حضرتك، النجوم الملتزمين سواء مقدمين برامج او ضيوف لا يتم استضافتهم ولا يتم يعني في القنوات الخاصة ما بيشتغلوش. عارف ليه؟ ما بيطلعوش كتير يعني، ما بيشتغلوش. المذيعين يقول لك لا ده مؤدب ومحترم، لا مش هينفع، انا عايز حد ايه؟ انت فاهم سخن الحلقه، انت فاهم، انت يعني للاسف الشديد وانت راجل ابن التلفزيون المصري وعارف المعاناه اللي بيعانيها ابناء التلفزيون المصري في العمل، والدخلاء اللي جم ونطوا على القنوات الخاصه والفضائيات الخاصه ماشي، ولهمش علاقه بالاعلام، بس هو ايه بيعمل حاله ماشي وخروج عن النص وبتاع وسب وقصف واستضف ضيفين يشتموا بعض والقصه دي كلها. للاسف الشديد مفيش معايير، يعني سيبك بقى من مساق الشرف والكلام الكبير، مفيش معايير حتى اخلاقيه للمقدم نفسه في إدارة العمل اللي بيوجهه لل إنه عايز يقدم رسالة إعلامية حقيقية ولا عايز إيه؟ الناس تتفرج عليها. أنا بجيب نجم وأركب عليه برنامج، مش بعمل منتج وأجيب له حد يقدمه مناسب له. يعني أنا أهم حاجة المحتوى، هو حضرتك أنا القناة دي أهم حاجة بتقدم المحتوى إيه؟ مش أنا جايب له نجوم ألمعها. يعني حضرتك شايف إن المفاهيم اختلطت حتى في فلسفة صناعة المنتج الإعلامي نفسه؟ طبعًا طبعًا، لأن بقت عملية ربح وريت وبتاع ومشاهده وكده، بقت الهدف ربحية. طيب هل مش مهم انا بوصل ايه؟ هل نقدر ننتقده طول الوقت يا استاذ شريف، ولا بعض القائمين على مؤسسات اعلاميه وشاشات وفضائيات معظم من حقهم يفكروا في الجانب الربحي والاستثماري؟ معظمهم بيفكروا في القصه. مش قصدي هل يعيب الشخص دايما او الشركه او المؤسسه او القناه انها تفكر في الارباح وانها ما تخسرش وانها تنمو كنشاط اعلامي يحقق ربح ويستثمر؟ في قنوات فضائيه عربيه وحضرتك ليك تجارب اكيد ماشي، وانا ليا تجارب اكيد، كانت بتكسب، بتقدم محتوى محترم من غير تجاوزات، بدون خروج عن النص، بتكسب كويس قوي، بس بتبذل مجهود قوي. حقيقي بقى في المحتوى، بتكسب كويس قوي بس بتبذل مجهود، بتصرف على المحتوى بتاعها كويس جدا، تقارير وخارجي ومش عارف ايه ولايف و والاخر وكل الكلام ده كله، بتقدم محتوى محترم وبتكسب كويس جدا. واعتقد ان اهم كوتا اعلانيه في القنوات دي بتتوزع، او يعني اللي هي بيقولوا عليها الوش كريمه بتاعه الاعلانات عند القنوات دي اللي هي بتقدم محتوى محترم. طيب انا ماشي. عايز يعني اربط بين كلامنا ده وبين توجهات مجلس اداره النادي الاهلي المجلس الحالي بقياده الكابتن محمود الخطيب. حضرتك تابعت من ايام الانتخابات، انتخابات مجلس الاداره، ووصولا الى وقتنا هذا، انه المجلس وفي مقدمته كابتن محمود الخطيب مفيش تجاوز، مفيش رد على اي اساءات، بيتغاضى عنها. يعني في نوع من اللي انا اتسامى عن الخطا وارسم الصوره الاحسن. طبعا مش كل يعني مش كل امر ارد عليه بمزيد من التجاوز، بالعكس. هل دي رساله مؤثره في الجماهير لما نجوم مجلس اداره نادي وكيان بحجم النادي الاهلي يبقى دايما بيحافظ على سمته وسلوكه واخلاقياته؟ هل ده بدرجه ما بيلعب دور ايجابي؟ في موقف واضح وحصل، الفيديو اللي اتبث على السوشيال ميديا بتاع اللعيبه وهم بيتكلموا ورد الفعل، رغم ان انا يعني لما تابعت الفيديو يعني الكلام يمشي ما فيهوش حاجه خارقه او حاجه خروج عن النص، ولكن القصه نفسها او اللي حصل نفسه ده ما يصحش ان يبقى لعيبه بتتكلم في شكل خاص او في قاعده خاصه ويتم تسجيلها ويترفع من غير حتى ما نستاذنهم ماشي، ويترفع ويتساب. فالموقف اللي اتاخد ده يرد على الكلام اللي حضرتك بتقوله ماشي، ان اي خروج عن النص
سواء مع او ضد غير مقبول، حتى اي حاجه ممكن غير مقبول. تعمل حساسيه او توتر بين جماهير. البيان اللي طلع من النادي الاهلي بيان محترم جدا 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 جدا، ويعبر عن شخص اعضاء مجلس الاداره وتفكيرهم ايه في المرحله اللي جايه. احنا عايزين نبني بعد فتره نبني. من خروج عن النص شفناها يعني ظل 3 سنين ولا 4 سنين خروج عن النص في كل حاجه. طيب هل المسؤوليه دي، هل حضرتك شايف انه ده له دور في بناء المجتمع ودور ايجابي للوسط الرياضي؟ يعني التجربه اللي بيقدمها النادي الاهلي ومجلس ادارته حاليا، هل لو انتشرت وتم تعميمها وحذو باقي المؤسسات الرياضيه في مصر، هل ده هيفرق مع الوقت وهيجيب نتائج ايجابيه مع الوقت، ان الناس تشوف كل الرموز في الوسط الرياضي بتتكلم كده وبتتحرك كده وبنفس الفلسفه دي وبتحافظ على تماسك الكيان ده المجتمع الرياضي المصري؟ اولا التجربه دي مش وليده المجلس الحالي، اكيد اكيد ده عمرها من 1907 وتتوارثها الاجيال. يختلف الاشخاص لكن السيستم واحد والطريقه واحده والاسلوب واحد، الاشخاص بتختلف. بيحصل فترات بيبقى فيها اخطاء والاخره، بس يعني الحمد لله بيحصل تغيير في مفاهيم الناس، فالناس بتفهم والناس بتعي فبتختار الاصلح او اللي هيرجع النادي زي ما كان ماشي لما بيحصل خروج او ان المساله تخش كده مثلا او كده. لكن بشكل عام لا، ده تجربه موجوده من 1907 وماشيه وتتكرر وبتتزود وبترتقي من فتره لفتره وبتتوائم مع متغيرات العامه والظروف العامه المحيطه بالمجتمع بشكل عام. لكن الوضع طبعا لا، الاهلي مؤثر جدا في المجتمع. الاهلي ككيان رياضي واجتماعي وثقافي وسياسي لا مؤثر بشكل كبير جدا في المجتمع بشكل كبير جدا. والاهلي يعني زي ما بيتقال بقى بشكل المزاج العام، يعني فوز الاهلي شكل المزاج العام للشعب المصري زي فوز المنتخب بالظبط. يعني لا مؤثر بشكل كبير جدا، وفي كثير من الاحيان مؤثر بشكل ايجابي. طيب استاذ شريف، لو انتقلنا، هي الامور مترتبه على بعضها، لمطالبه البعض بعوده الجماهير كجزء من اكمال منظومه الاستثمار والنهوض بالنشاط الرياضي والاستثمار في مجال الرياضه وخصوصا كره القدم في مصر، اعلاميا او من خلال ايرادات مباريات او تسويق رياضي للقاءات خارجيه داخل مصر او لخروج فرق زي النادي الاهلي تلعب مباريات دوليه في الخارج، يعني اي شكل من اشكال الاستثمار. في ناس بتقول الصوره الجميله دي مش هتكتمل الا بان تمتلئ الاستادات. حضرتك متفق ولا مختلف مع الاراء دي في المرحله دي وليه؟ بص حضرتك، يعني انا دلوقتي عشان اصدر قرار، اي قرار في اي حاجه ليها علاقه بالمجتمع ادرس جوانب هذا القرار قبل صدوره وردود افعال القرار دوت ايجابيا وسلبيا، هحقق ايه ايجابيا وايه سلبيا. اما واني ما حلتش المشكله من الاساس، يعني المشكله ايه؟ جمهورين، حصل ازمه، جمهورين خلفت الأزمة دي حادث أليم حتى الآن لازلنا متذكرين ومتخيلين، وأسر فقدت أبنائها، حادث أليم بين جمهورين. وبعديها بشوية حصل حادث أليم لجمهور واحد في الدافع وبتاع ماتش الزمالك وإنبي. أوكي، هل إحنا حلينا الأزمة بين الجمهورين؟ على المستوى الرسمي بشوف لقاءات ومش عارف ايه وتصريحات والكلام ده كله، لكن الازمه تحت وللاسف الشديد كلنا مغمضين عينينا عنها. الازمه تحت كلنا مغمضين عينينا عنها. على المستوى الرسمي بشوف الوزير بيتكلم، جهات امنيه بتتكلم، اتحاد الكوره بيتكلم، لكن على مستوى الازمه نفسها محدش حلها لغايه دلوقتي، محدش قال خلاص الموضوع خلص يا جماعه والازمه اتحلت وهيبقى موجود. لكن تعالى بقى على الجانب الاخر. لا، هو قبل ما نكمل، قبل ما ننتقل للجانب الاخر، مين المسؤول ينهي الازمه؟ يعني حضرتك بتقول التصريحات ليست كافيه اللي بسمعها من مسؤولين. هو الواضح كده ان لازم يبقى تدخل الهي. يعني الواضح ان الناس مش بقى لها 3-4 سنين دلوقتي مش عارفه تحل الازمه، وعمالين نقول ونروح ونيجي وبتاع ونجيب ونودي، بيحصل ازمات، بيحصل مشاكل، بيحصل تراشق، مش لازم في الملعب، تراشق على الفيس وعلى تويتر بين الجماهير وبعضيها. ماشي، ما اتحلتش الازمه لغايه دلوقتي، وللاسف الشديد في ايادي بتعبس ان تفضل الازمه معلقه. طيب نعمل ايه لو احنا عايزين نبدا نتدارك ما فات ونبني او نرسم صوره ايجابيه بشكل تدريجي؟ ما حدش بيغير كل حاجه في يوم او اثنين او في شهر او حتى في سنه واحده. احنا بنواجه مشكله، واقع موجود في المجتمع الرياضي المصري. نبدا ازاي؟ بتكامل الادوار بين الجهات الرياضيه والجهات غير الرياضيه اللي محتكه بموضوع تنظيم واستضافه المباريات وتامينها،
حفاظ على الارواح والممتلكات والمنشات وكل شيء، ازاي حضرتك شايف انه ممكن نبدا ونتحرك ويبقى في خطه عمل واستراتيجيه عمل تتكامل فيها الادوار عشان نوصل للنتيجه بالشكل الامثل؟ نمره واحد، نثقف جمهورنا. اثنين، نفعل قانوننا. ثلاثه، نجهز استاداتنا. اربعه، نعرف المسؤولين عن الاجهزه الفنيه واللاعبين ان اي خروج عن النص انعكاسه سلبي وبيعمل ازمات. ماشي، لازم انا اعرف الجمهور اللي رايح ده ان انت اولا اقول له ان انت ليك كرسي رقم كذا هتخش تلاقيه، ما يخشش يلاقي قاعد عليه حد تاني. ماشي، وهتخش من الباب الفلاني، والباب الفلاني ده هتكون متواجد فيه الساعه مثلا 5 والماتش الساعه 6. ماشي، مش في الاستاد الساعه 2 الظهر والماتش الساعه 8، مفيش كده في العالم. حضرتك انا الحمد لله لفيت كل ملاعب العالم من شرق اسيا لامريكا الجنوبيه، ما شفتش الكلام ده غير في مصر، ان انت الماتش يبقى الساعه 8 نقفل المدرجات الساعه 2 وانا معايا تذاكر، خلاص، في ماتش منتخب في ماتش نادي، خلاص، فما فيش الكلام ده كله. في التزام، ازاي نقول للجمهور انت هتخش الملعب ازاي وهتوصل الملعب ازاي وتذكرتك فين، ونوضح له الكلام ده بشكل الكتروني، بشكل مواقع، بشكل توعيه، بشكل نشرات، اي شكل من الاشكال. المهم نثقفه ازاي هيوصل الملعب، ولما يوصل الملعب نقدم له خدمه متميزه. يعني اول حاجه حضرتك بتطالب بيها تبقى جميع البوابات وبوابات الدخول وممرات الدخول ومقاعد الجلوس مرقمه في جميع الاستادات، والتيكتس ما تبقاش اللي هو تذكره درجه اولى ولا ثانيه ولا ثالثه ولا ممتاز ولا معصوم، كله مترقم ومعروف ثمنه ايه وبتاعه وكده. انا بتكلم عن ان كل تذكره تبقى مترقم. ايوه، وكرسي مترقم. هل احنا ملاعبنا جاهزه لده؟ تعالى بقى لتجهيز الملاعب. ليه لا؟ اولا ليه لا؟ حضرتك الفكره اللي بتقولها مش مستحيل. يعني تجربه الترقيم دي هل حضرتك شايفها معجزه ولا ممكن تتحقق في الفتره الجايه؟ باستثناء ملاعب القوات المسلحه ملاعبنا مش جاهزه، بما فيها استاد القاهره. بما فيها استاد القاهره واستاد اسكندريه اللي لسه متطورين. ملاعبنا مش جاهزه انها تستقبل الجماهير بالشكل ده. ماشي؟ باستثناء ملاعب القوات المسلحه. هو الاهلي والزمالك مش بيلعبوا طنطا في استاد المحله؟ مش بيلعبوه في استاد المحله؟ حضرتك استاد المحله ده مش قبل ازمه مباراه مصر والاهلي كان هيحصل فيه ازمه لولا الحكم الدولي ياسر عبد الرؤوف لما خرج الفرقه وخرج الجمهور القرار بتاعه وعمل الماتش هيتلعب؟ مش كان هيحصل فيه نفس الازمه نفس الموقف والجمهور نزل والامن سيطر على الموقف؟ استاد غازي المحله لغايه دلوقتي زي ما هو، لا في مقاعد ولا في ترقيم ولا في بوابات. ده ملعب بيلعب عليه الاهلي والزمالك في الدوري اهو، ملعب بيلعب عليه الاهلي والزمالك في الدوري، وفي ملاعب ثانيه بنفس الشكل، ملعب بترول اسيوط نفس الحكايه اللي بيلعب عليه الاسيوطي. هنكمل كلامنا من النقطه دي، من المسؤول ولماذا تاخر حسب كلامك يا استاذ شريف او حسب رؤيتك تطوير الاستادات بالشكل اللي يبدا يامنها ويساعد على تامينها وتنظيم الامور ودرء مخاطر اي عنف او شغب لا قدر الله؟ لكن بعد ما نتابع مع حضرتك ومع مشاهدينا هذا التقرير نذهب لمتابعة هذا التقرير ونعود لاستكمال الحوار. آخر مستجدات عودة الجماهير، يمكن أنا كان لي لقاء مع المحترم وزير الداخلية المحترم اللي هو مجدي عبد الغفار اللي أعاد برضو أعاد لوزارة الداخلية رونقها. النهاردة وزارة الداخلية برضو كانت من الوزارات اللي كانت فيها أزمة بعد ثورة 25 يناير تحديدا، لما نقول وزارة الداخلية أعيدت لقوتها تاني، لأن هي ده يعني الحصن الوقي المصري. ما بتكلمش الكلام ده عشان أنا ضابط شرطة، لكن أنا شرف ليا إن أنا أكون ابن وزارة الداخلية، ولكن بقول السيد الوزير حريص جدا على عودة الجمهور، وبالتالي وافق على عودة الجمهور. المهندس زينب وريدة جهود طويلة جدا عشان نحط ضوابط لعودة الجمهور، مهندس خالد عبد العزيز نفس الوضع، لكن عندك انت النهارده جايبين رؤساء الأندية هنجتمع معاهم عشان هل ينفع ان احنا نرجع الجمهور في الدور الثاني؟ طب فين تكافؤ الفرص؟ ده اللي يقوله رؤساء الأندية مش اتحاد الكورة، وبالتالي ان لم يوافق رؤساء الأندية على تحمل المسؤولية وموافقة على الجمهور هيكون في جماهير ان شاء الله في كأس مصر ان شاء الله. هو المسؤول عن جماهيره، هو المسؤول عن دخولهم، هو المسؤول عن ما يحدث في المدرجات. حضرتك عاوز جمهور، حضرتك عاوز جمهور، انت المسؤول، جماهيرك
والعدد اللي هتقول عليه هتاخده في الجماهير. انا وجهه نظري مش هرجع جمهور السنه دي عشان بس الامور تبقى واضحه، يعني ممكن الكلام ده اتحاد الكوره يعمل مبادره ويدخل الجمهور في كاس مصر بطريقه مقننه يعني، ولكن انت تكمل السنه دي في الدوري لا، ولكن داخل على فتره رئاسه وداخل كاس، فلا يعني الناس بتتكلم كلام انا وجهه نظري مش هيحصل خالص. ولكن السنه الجايه لا، مطالب ان احنا من دلوقتي نفكر ازاي يبقى الكلام مقنن، نبتدي واحده واحده. سوريا فيها حرب وفيها جمهور بيخش، العراق فيها حرب وفيها جمهور بيخش، يعني مصر لا واجب علينا وعندنا امن قوي، ولما يحب يحط يعمل حاجه هيعملها. فانا شايف يعني لا، السنه الجايه الجمهور يكون موجود، ومفيش كره من غير جمهور، يعني زي ما اتقال فعلا الكره للجماهير. الكره للجماهير فعلا، كره القدم بدون جماهير مفيش متعه، خد بالك يعني، فدي حضور الجماهير هتزيد المتعه اكتر يعني، وان شاء الله اللي جاي احسن طول ما في استقرار وطول ما في امن وامان. وبالمناسبه يعني انا بقدم الشكر والتحيه للجيش المصري والشرطه المصريه للامن والامان اللي احنا عايشينه، طالما في امن وامان ان شاء الله الجماهير هتخش وهنستمتع بكره القدم اكتر واكتر باذن الله. اهلا بحضراتكم مره تانية، ما زلنا معكم من خلال استاد الاهلي، ونواصل الحوار مع الناقد الرياضي الاستاذ شريف عبد القادر. اهلا بيك مره تانية استاذ. اهلا بيك يا استاذ. كنا بنتكلم عن الاستادات وشفنا بعض الاراء، اراء بعض المسؤولين في بعض الانديه او رؤساء بعض الانديه المصريه ما بين مؤيد ومعارض. حضرتك قبل هذا التقرير قلت ان انا شايف انه الاستادات لسه مش جاهزه. طبعا الاستادات يعني حضرتك اشرت لان استادات القوات المسلحه او التابعه للهيئات التابعه للقوات المسلحه فقط، استادات الجيش هي اللي شايفها الاجهز لعمليه الترقيم والتحديث والتجهيز عشان تبقى مميكنه بالشكل اللي يساعد على تنظيم الامور. يعني استاد زي استاد القاهره حضرتك شايف انه حتى الان ليس مستعدا لهذا التطوير؟ بص، على مستوى البوابات ماشي، المقاعد ماشي، لكن في حاجات لسه ما كملتش يعني. معلش، زي ايه؟ هقول لحضرتك، هو استاد القاهره ده بقى لنا كام سنه ما لعبناش عليه كوره؟ بقى لنا بتاع سنتين ثلاثه ما تلعبش عليه مباريات غير السنه دي تقريبا بدايه الموسم مع النصر، والسنه اللي فاتت مباريات معدوده يعني ماشي. ارضيه الملعب يعني اصدقائي لعيبه واجهزه فنيه، ارضيه الملعب سيئه جدا، النيله عاليه وفي حفر والكلام ده كله. طب ازاي يعني؟ والاستاد ما يعني لو بيهلك او بيستهلك بشكل دائم بتعمل عليه مباريات بشكل دائم 3-4 مباريات كل اسبوع، هقول لك اه. لكن ده احنا يا دوبك لسه راجعين، اول ماتش كان الزمالك بيتلعب عليه مفيش شهرين تقريبا، والنصر كان كل اسبوع مثلا او كل 15 يوم بيلعب عليه ماتش، وبعدين جت المقاصه. فلا في حاجه، لا ارضيه الملعب. ليه شايف استادات القوات المسلحه هي الاقرب للنموذج ده؟ هل انها احدث في تاريخ الانشاء؟ بالتاكيد طبعا. لا لا لا، بقول لك ايه، ولا لانك معتمد على قدرتهم على الانضباط؟ استاد القاهره من اهم الاستادات انشائيا على مستوى العالم، انه يعني المهندس اللي انشاه او اللي صممه حاجه فوق الخيال، لانه معمول على حاجه زي تبه كده ونازل، لا معمول مدرجات بتاعته يعني من سنه 60 اهو، ولا مثلا 60 تقريبا، لا ما المدرجات بتاعته لا قالت سقوط ولا اي حاجه، بتعمل له تدعيمات كل شويه كده، لكن هو معمول بنظام، معمول على تبه حاجه زي تبه كده، فالمدرجات دي راسيه على حاجه ثابته على صخر، يعني مش مدرجات هتهتز وكده، لا مبني دي الكاميرات طبعا ماشي، بس هل شغاله؟ طب خلينا نسال اللواء علي درويش، اللواء علي درويش رئيس هيئه استاد القاهره معانا على الهاتف. سياده اللواء مساء الخير واهلا بحضرتك. اهلا بيك، اهلا محمد، واهلا بضيفك الكريم الاستاذ شريف. ربنا يخليك. اهلا بيك سياده اللواء. الاستاذ شريف بنتكلم معاه ومع حضرتك طبعا ومع مشاهدينا في كل مكان عن امكانيه عوده الجماهير بكامل طاقتها الفتره اللي جايه ومن خلال عمليه لزياده الاعداد تدريجيا. خلينا ناخد مثال. استاذ شريف بيقول مش كل استاداتنا مجهزه بكل اعداد المداخل والمخارج والممرات المطلوبه انها تناسب الفترات اللي زي دي اللي بنبقى محتاجين فيها التامين يبقى على اعلى مستوى، فضلا عن من وجهه نظر استاذ شريف ترقيم المقاعد وان كل تذكره تبقى التيكت محدد لمقعد رقم كام ايا كانت الدرجه او السعر. راي حضرتك ايه؟ طبعا كلام الاستاذ شريف مظبوط. العدد مش كل الاستادات حتى محققه لشروط النيابه العامه، ولكن خلينا نقول ان من وجهه نظر الامن اللي هي وزاره الداخليه، انا هتكلم على استاد القاهره، بيقولوا ان استاد القاهره هو احسن استاد يسهل تامين طبعا عشان كثره المخارج والمداخل. بالظبط يعني. وبعدين
الاستاد طبعا من اول الاستادات المحققه لشروط النيابه العامه، سواء كان فيما يخص الاستادات يعني، سواء كان كاميرات مراقبه او تعليق الفواصل بين المدرجات في الدرجه الثالثه يعني بين الدرجات، والفاصل ما بين الملعب وبين المدرجات، فضلا على البوابات الكشف واجهزه الكشف. طيب سياده اللواء، يعني هنا الاستاذ شريف قبل ما نبدا في الحديث مع حضرتك دلوقتي كان بيقول هل كل المعدات والجانب الالكتروني اللي تم مد الاستاد بيه في الفتره دي، كاميرات مراقبه وغيرها من الادوات والامور الالكترونيه والرقميه، هل كلها بتعمل بكفاءه كامله وباعلى درجه مطلوبه؟ طبعا يا فندم دي لسه جديده، يعني حتى البوابات لم تستخدم واجهزه الكشف لم تستخدم الا في الحدود، اذا كان في عندنا بطوله ولا حاجه في اي موقع طبعا بنستخدمها عشان نعاون بيها الامن، لكن اجهزه الكشف كلها جديده، بوابات الكشف عن المعادن كلها جديده، كاميرات المراقبه حضرتك اتفضل وشوفوا حتى الكنترول روم وعليها برزنتيشن يشرح امكانيه الكاميرات، كاميرات على اعلى مستوى واللي هي اللي استخدمت في كاس العالم السابق وقادرة على رصد ومتابعة كل جوانب الاستاد. طبعا يا فندم الكاميرات فيها امكانيات عالية جدا، اولا اقدر اجيب اللي قاعد على الكرسي بوضوح شديد واعمل عليه زوم، نقدر نغذي الكمبيوتر اذا كان في حد مثلا مشاغب مثلا عندي مثلا واتمسك في مشكلة، ونقدر ندي بياناته تاني للكاميرات من اول ما يخش من البوابات الخارجيه للهيئه مش بوابات الاستاد، الكاميرا تدي الارم على طول او النظام يدي الارم ان في عظيم. انا هرجع لحضرتك ولسه عندي سؤال اخير لحضرتك، لكن هيشارك معانا وهيوجه لحضرتك بعض التساؤلات استاذ شريف عبد القادر، مع التاكيد انه رغم انتقاداته لبعض الاستادات اكد قبل ما نبدا في حديثنا معاك سياده اللواء انه قال هذا الاستاد صرح انشائي وهندسي قيم وتاريخي وضخم جدا، وانه اشاد بما لا يدع مجال للشك ان استاد القاهره من افضل المنشات الرياضيه في مصر، ده حسب كلام استاذ شريف. اتفضل يا استاذ. هو انا بس عندي يعني معلومه وصلتنا سياده اللواء بشان ارضيه الملعب. أيوة في بعض يعني اصدقائنا الرياضيين اللي هم فرق رياضيه او اجهزه فنيه او لعيبه يعني بنلتقيهم يعني، فدايما بيشتكوا من سوء حاله ارضيه الملعب، رغم ان الاستاد بقاله فتره ما بتلعبش عليه بشكل دوري يعني على فترات متباعده، فايه المشكله بتاعه ارضيه ملعب استاد القاهره؟ لا ما فيش مشكله خالص. خليني اقول لك بقى، اولا كل النهارده الملعب او ملعب استاد القاهره هو ملعب الزمالك وملعب الاهلي وملعب نادي النصر. والمقاصه؟ فضلا على لا المقاصه هي بتطلب عشان ظروف بقى لها فتره عشان ظروف ملعبها. فضلا على ماتشات الكاس اللي بيجي لنا بيها من الاتحاد، لدرجه يا استاذ شريف ان احنا بنلعب يعني اوقات كتير قوي ماتشين في يوم واحد. طيب خليني اقول لحضرتك نرجع بالذاكره في هذا التوقيت من السنه. انت عارف حضرتك الشتاء او البرد، عارف التربه وبتاع وكده، ده التوقيت في السنه. لو حضرتك جبنا فيديوهات الماتشات القديمه كانت ارضيه الملعب اسوء من كده. طب ايه اللي بيحصل؟ احنا عندنا شركه دلوقتي بنوقع عليها عقوبات لو في مشكله، في النهارده التكنولوجيا بقت عاليه في الصيانه، في مواد او يعني زي ما تقول يا حضرتك بيرشوا حاجات مقويه غير الكيماويات. طب ممكن اقول لحضرتك على حاجه بس؟ غطي الملعب اتفضل يا فندم. يعني احنا تابعنا ماتش ليفربول ومانشستر سيتي الاسبوع اللي فات، تمام، حضرتك المطره ساعتين قبل الماتش وساعه ونص الماتش، وبعد الماتش المطره ما بطلتش، ولم نشعر ان حتى لعيب الزحلق ففي تكنولوجيا عالي جدا زي ما حضرتك قلت، ليه ما نطبقوش في استاد القاهره؟ ما هو ده اهم منشاه رياضيه، ليه ما نصرفش مره واحده ونجيب اللي هي بقى اجهزه الصرف الصحي، افضل اجهزه اللي هي بتعمل التدفئه، يعني انا رحت ملعب برنابيو وكامب نو شفت فيه اجهزه تدفئه كهربائيه بتتحط عشان في مناطق. المثال واضح يا استاذ شريف، السؤال مهم، اتفضل. ليه ما نصرفش مره واحده ونجيب وان تشمل عمليه التطوير دي ارضيه الملعب؟ دي اهم ملعب عندنا زي ما حضرتك قلت، وامنيا هو اهم ملعب امنيا، هو لان مخارجه استاذ شريف سؤال واضح وعايز يجاوب بقاله فتره سياده اللواء، سؤال مهم طبعا من الاستاذ شريف عبد القادر. اتفضل. طبعا يا فندم طبعا. خلينا نقول ان السن
التكنولوجيا تقدمت جدا. طبعا في عندنا ارضيه ملعب بيبقى فيها مسخنات تحت الارض. ايوه ده التكنولوجي. في ارضيه انا عندي صرف ما فيهوش مشكله على فكره يا استاذ شريف. احنا عندنا صرف في ارضيه ملعب زي اللي معموله في اسمه ده ليفربول ترافورد الكلام ده بيبقى ميكس ما بين النجيل الصناعي وبين النجيل الطبيعي. فما فيش مشكله ما بين صيف وشتاء. خلينا نقول برضو انا مقر لان الموضوع ده قتلناه بحثا يا استاذ شريف. انا مقر ان احنا جونا احسن من الدول دي بكتير بالتاكيد، والمفروض ما يبقاش عندنا مشكله لا في الصيف ولا في الشتاء. ما انا مش عايز يعني اجزم ولا افتي في حاجه انا ما اعرفش فيها نوعيه نجيله حاجه، ومع ذلك احنا مش المفروض ان انا اقول الكلام ده. اتصلنا بشركات بره كتير قوي يا استاذ شريف. وفي بعض الشركات اخر الشهر ده برضو مش المفروض اقول الكلام ده جايه برزنتيشن على سياده الوزير. ليه؟ احنا هنصرف يا فندم، مصر كبيره وملعب استاد القاهره ده اهم ملعب زي ما حضرتك قلت، وان شاء الله ان شاء الله وانس بس ان سياده الوزير يصدق والحاجه تعجبنا صح، لان احنا النهارده لازم تدرس الموضوع. طب كويس يا سياده اللواء، احنا طلعنا بسبق من الحوار ده ان في اخبار جايه وفي تطوير جاي على مستوى كمان التراك وارضيه الملعب نفسها. انا هصرف اكس من المال. هل الضمان كام سنه؟ هياخدوا وقت قد ايه عشان التركيب؟ بيانات بيجمعوها عن الارضيه عندنا في قد ايه رمله تحت الارض، الصرف اخباره ايه؟ كل الكلام ده ان شاء الله لو حصل ان احنا تعاقدنا هنتعاقد معاهم ان شاء الله. طيب بعد انا حاجه سريعا اطلنا عليك يا سياده اللواء، بس مش عايز ابعد عن اولا بالتوفيق في كل الخطوات اللي بترد على تساؤلات استاذ شريف او اي مشاهد بيتابع حضرتك دلوقتي، وان احنا نتمنى التطوير يشمل كمان ارض الملعب ويبقى زي ما حضرتك قلت على اعلى مستوى بما يوازي اي جهد مبذول في المدرجات نفسها. اخيرا طلبات حضرتك كرئيس واحد من اكبر الاستادات، كمسؤول عن هيئه واحد من اكبر المنشات الرياضيه في مصر واستاد القاهره، لو بتقول الجماهير هترجع ان شاء الله في الفتره الجايه، ايه اللي بتطلبه من الجمهور نفسه، من رجال الامن، من الاعلام الرياضي، ايه اللي حضرتك شايف انه ضروري جدا يساعد على الرجوع بالشكل الافضل؟ طيب خلينا نقول الاول حقائق. انا شايف ان الجمهور امتثل للقرارات الاخيره. يعني الاهلي والزمالك بيلعبوا في استاد القاهره وبدون جمهور، والجمهور ممتثل ومفيش حد بيقرب ولا بيجي. دي حاجه مبشره بالخير. احنا مصر حققت انجازات كويسه جدا في مجال الرياضه بصفه عامه وفي كره القدم بصفه خاصه، وحضرتك موافقني؟ اه طبعا طبعا. تمام. النهارده الجمهور انا اللي بطلبه منه هم هيسمحوا بالاعداد تدريجيا 1000 5000 احنا نمتثل، عرفنا نحجز من ال 1000 نحجز، ما عرفناش ننتظر، احنا بنتقدم والنهارده احسن من امبارح وامبارح احسن من قبل امبارح. حضرتك عايز الجمهور يساعد على تقبل عمليه التدرج في الارقام دي، يظهر امتثاله اللي هو ورهولنا ده الفتره اللي فاتت ويمتثل، وان شاء الله وان شاء الله الجمهور هيعود. احنا خلاص مصر راحت كاس العالم، ما ينفعش نلعب بدون جمهور، ما ينفعش ابدا. كلنا اشتقنا للجمهور وكلنا اشتقنا للعائلات تيجي وتقعد في المدرجات وتتمتع وتآزر فريقها، وما نسمعش الفاظ مش كويسه، ما نعملش احداث عشان احنا الكره الرياضي كاس غالب ومغلوب. مش معنى فرقتي اتغلبت ان انا اكسر في مال الدوله، الكرسي الدوله بتكلفه، وعندنا دلوقتي كاميرات مراقبه. انا مش بهدد ولكن بقول اللي هو القله ايه منضبطه انك هتتحاسب. حضرتك عايز الامور مجتمع، عايز الرقابه من الشخص نفسه على نفسه وعلى المحيطين بيه، انه يبقوا بيوجهوا بعض للافضل وللاكثر احتراما والافضل سلوكا، وان يبقى في كمان رقابه موجوده في كل الاماكن دي، رقابه صحيحه. تمام. وحضرتك موافقين ان احنا اشتقنا للجمهور واشتقنا لاستفادة الجمهور؟ اكيد بيخلي الماتشات لها روح ثانيه ولها طعم ثاني. طبعا خلص. طبعا. بشكرك جدا سياده اللواء علي درويش رئيس هيئه استاد القاهره، شكرا جزيلا لك. استاذ شريف هنرجع نكمل كلامنا وتعقب على اللي قاله سياده اللواء واللي اشار له، ونكمل تساؤلاتنا عن ما تراه ضروري من احتياجات المنشات الرياضيه والاستادات بشكل عام، حتى بما فيها الاستادات اللي حضرتك قلت انها الافضل في مصر حاليا وهي استادات القوات المسلحه، ايضا كل ما يمكن ان تشمله عمليه التطوير عشان نضمن باذن الله ان الرجوع
بالفول باور للجماهير على مراحل وبشكل تدريجي، يبقى وفقا للاشتراطات النيابه والاشتراطات اللي ممكن تحافظ على ان النشاط يبقى افضل بشكل عام في مصر. احنا بس عندنا خبر يعني جدير بالذكر، انه بكره ان شاء الله هيعود الزميل في قناه الاهلي، طبعا واحد من اللاعبين المتميزين سابقا في صفوف النادي الاهلي ودخل مجال الاعلام الرياضي في الفتره اللي فاتت من خلال قناه الاهلي، الزميل عبد الحميد حسن، ولكن كان ابتعد لحرصه على تمسك بمواقف تتعلق بالمبادئ والقيم والأخلاقيات المعروفة عن النادي الأهلي وعن قناة النادي الأهلي أيضا، وأنه اعتراضا على بعض المواقف من وجهة نظره كان قرر الابتعاد، ولكن بيعود بإذن الله لينضم لفريق وأسرة عمل قناة الأهلي في الفترة اللي جاية، ويبدأ من الغد إن شاء الله باستوديو تحليلي لمباراة أو قبل لقاء الأهلي والرجاء، وهيكون معاه من نجوم النادي الأهلي والكرة المصرية سابقا الكابتن محمد حشيش والكابتن ماهر همام. نتمنى له كل التوفيق في تجربته القادمة إن شاء الله، وإنه يكتسب خبرات كبيرة إن شاء الله في مجال الإعلام الرياضي، ويكون عنصر يضيف للنجاح في قناة الأهلي إن شاء الله. أستاذ شريف، دون الإشارة، ما أنا عايز حضرتك تبارك قبل الأسئلة، عايزك تعقب على الخبر ده دون أن نتطرق إلى أي شخص أو إلى أي فترة كان فيها تجريح أو تجاوز أو مساس بالأخلاقيات. هو طبعا يعني كابتن محمد حسن، يعني أنا شرفت بالعمل معاه، يعني أنا تعاقدت معاه في البداية لما رجع لقناة الأهلي في الفترة المجلس السابق، وطبعا أنا ما كملتش لظروف ما، فهو كان موجود في القناة بشكل جيد جدا وشكل محترم، وأثرى القناة بشغله وبعمله مع باقي الزملاء اللي كانوا موجودين المحترمين اللي انا كنت جايبهم. ماشي. طبعا حصل موقف وهو ما رفضه، يحترم عليه هذا الموقف. الموقف ده خلف برضو بعض السوء الفهم، اخر عودته للقناه، ولكن الحمد لله يعني لا يصح الا الصحيح. عبد الحميد حسن من الوجوه الواعده في مجال الاعلام وحتى في مجال التحليل الكروي، بالاضافه للخبرات اللي موجوده والزملاء الموجودين، بوجود طبعا الاستاذ ايمن والاساتذه المسؤولين عن القناه في الوقت الحالي، ان شاء الله يكون اضافه يعني موجوده اصلا بس بتكمل هو انه يرجع بشكل كويس يضيف للجهد المبذول ان شاء الله في القناه، ويبقى جزء من باذن الله خطه التطوير والنهوض والنهوض. وانا عامه اي حد اكتشفته القناه بشكل عام في الفتره الجايه، يعني تطوير القناه والمحتوى فيها والماده المرئيه اللي بتذاع عليها ان شاء الله يبقى ضمن ان شاء الله باذن الله ربنا يوفقه. عايز تقول حاجه؟ لا لا خلاص انا خلاص كده. لا لا عايز تقول حاجه ثانيه؟ اتفضل. اصلا المكتشفه يعني طب قول لنا ازاي؟ قول لنا بسرعه ازاي؟ لا صاحبي يعني اكتشفته. طيب ده جميل، يعني هتبقى اكتر واحد فرحان بالخبر ده. لا طبعا طبعا سعيد طيب. جدا، ولما شفته يعني كنت سعيد جدا برجوعه، ان كان تاخر عودته يعني للقناه، فان شاء الله بعد الموقف اللي حصل ده فربنا يوفقه، وان شاء الله القناه من تقدم لتقدم بفكر جديد بحرص جديد على ايصال منتج محترم لجمهور النادي الاهلي وجمهور الكره المصريه والرياضه المصريه بشكل عام ان شاء الله. طيب وسعيد بوجودك طبعا وعودتك. ربنا يخليك من ذوق حضرتك يا استاذ شريف. احنا كلنا بنحب النادي الاهلي ومنتمين له، وبيسعدنا نكون معاه في اي مرحله من المراحل، وشيء يعني طبعا الواحد ما يقدرش يتاخر عن النادي الاهلي في اي وقت او عن قناه النادي الاهلي، وباذن الله تتضح كمان الامور في الفتره الجايه بخريطه كامله، خطه برامجيه وخريطه كامله بيعمل عليها الفريق الحالي بقياده طبعا الاستاذ ايمن، وايضا مجلس الاداره بقياده الكابتن محمود الخطيب لوضع الرؤى الخاصه باعلام النادي الاهلي وقناه النادي الاهلي في الفتره الجايه، ان شاء الله تكون على مستوى تطلعات اعضاء وجماهير النادي واضافه حقيقيه لمجال الاعلام الرياضي في مصر ان شاء الله. استاذ شريف، هرجع لكلام سياده اللواء في الاطار العام اللي اتكلمنا عنه، هل حضرتك شايف، حضرتك قلت اول حاجه انا شايف انه لازم ترقيم ولازم ميكانه كل الامور تاخد البعد والمستوى الرقمي في الخدمات على مستوى كل الاستادات في مصر، وعدد وتامين المداخل والمخارج والممرات وارقام التذاكر، يعني حضرتك مش عايز تذكره من غير رقم طبعا، وعايز لما معايا الرقم ما يحصلش مجاملات. ازاي؟ سعادتك عارف انت رحت الاستاد قبل كده، استاد القاهره او اي استاد؟ انا بسال كاني ما اعرفش حاجه. طيب ماشي. لازم اسال عشان اي انا ببقى رايح الاستاد حضرتك، انا المفروض ان انا اعلامي وليا مكان مخصص لما كنت بروح، يعني ممكن اخش الاقي واحد جمهور قاعد مكاني. طب ليه؟ لان مثلا المدرجات اتملت فبيروح مدخل هنا، اللي واقف على الباب بتاع الجهات الاعلاميه ده فترات سابقه يعني، يعني بقالي كتير ما روحتش، ما اعرفش اللي حصل دلوقتي، لان حتى الاعلاميين اتنقلوا الناحيه الثانيه، يعني المدرجات اللي هي كنا بنسميها زمان الدرجه الثالثه. فتخش تلاقي مثلا بتاع ده ضيف بتاع قاعد، خلاص ده بالنسبه لي انا، وانا المفروض ده مكاني يعني، ده مخصص ليا ما حدش يخش فيه. ما بالك بقى الجمهور اللي ده قاطع تذكره
ويخش فيلاقي ابن فلان الفلاني قاعد مكانه وجنبه فرد بيحميه. انت فاهمني؟ طب ليه؟ ليه ليه؟ ليه على حساب مين يعني؟ ماشي؟ ما اذا كنا يبقى نخصص مقاعد للمجاملات في اي مدرج في اي استاد، يعني نعمل مقاعد للمجاملات ماشي عشان رئيس ويكون مكانها بقى يعني حسب درجه المجامله المطلوبه، سواء في المقصوره او في اي درجه رئيس من درجات الالتزام. عايز يجامل حد من صحابه بس مش على حساب واحد قطع تذكره، واحد قطع تذكره هو وابنه واولاده وواقف وكرسيه قاعد عليه حد مرقم وكرسيه قاعد عليه حد. طب والحل ايه؟ لا مش هقوم، وهات لي بقى حد يقومه وحد يحل المشكله او ينتهي الامر الى مشكله خلاص. او خناقه. حضرتك في العالم كله ما فيش حد بيقعد على السلم، السلم اللي بين المدرجات ده في العالم كله يمكن، لان ده حاجه من التامين تجاوزا النادي الاهلي. يا استاذ شريف واحنا بنسمعك الصوره طبعا. دي طبعا المشاهد دي وحشتنا طبعا. هذا الكم من الجماهير تجاوزا في المباريات المهمه الجمهور بيقدمها، التابلوهات، التشجيع، الاغاني، الهتافات، يعني كل الحاجات اللي دايما ارتبطت بمباريات الاهلي ضد خصم غير مصري، ضد منافس يعني افريقي او عربي في اي بطوله عربيه او افريقيه. الماتش اللي بتاخد طابع دولي تكيفة. وفي نفس الوقت مباريات المنتخب طبعا. يعني بص حضرتك السلالم هنا مليان، ده تجاوزا عشان ماتش مهم وتلاقيه نهائي والقصه دي، فبنسمح بالعدد زياده، ولكن ده امنيا غلط، امنيا غلط. طب ما نبدا بقى نصلح واحده واحده، نملى الاستاد من غير السلالم. انا قلت لك في الاول، مش انا قلت لك الاول نثقف الجمهور، نجهز استاداتنا، قانون يطبق، قانون يطبق على الكل. حضرتك هو دلوقتي سياده اللواء بيقول انا عندي كاميرات بتجيب المشاغب، المشاغب ده انا اجيبه ولما اجيبه واعاقبه محدش هيطبطب ولا يقول لي خرجه، لان ده اخطا، بوظ منشاه، المنشاه دي انا دافع فيها ضرائب، انا دافع فيها ضرائب، والمنشاه دي اتعملت من فلوسي انا وحضرتك وكل المواطنين دول. ويا ريت على تخريب بس ممتلكات او منشات وتصرفات تكاليف ماليه، ده ممكن اروع انسان جنبي مع اولاده او اسرته او زوجته. دلوقتي بقينا نشوف حد جاي يستمتع بالمباراه وما يحبش العنف وما يحبش الشغب، في بتبقى اسر قاعده الفاظ خارجه وبتاع وكده. ماشي شجع براحتك، ما كان في تشجيع، ما التشجيع ما طول عمر المدرجات كده من السبعينات وبالستينات مدرجات استاد القاهره. الصوره الجميله قدامنا هي على الشاشه، هو ده اللي احنا عايزينه. ليه نشوهها؟ ليه نشوهها؟ طيب يعني هنا حضرتك بتؤكد اخر جمله قالها سياده اللواء علي درويش رئيس هيئه استاد القاهره، قال انا عايز الناس تساعدنا وتتقبل فكره الزياده بحجم التذاكر اللي هتتاح في كل مباراه تدريجيه. الناس هتساعدك امتى؟ لما تشعر ان في قانون بيطبق على الكبير زي الصغير، على الكل قانون. هو ليه منشاه استاد القاهره اللي شفنا الفيديوهات بتاعتها والصور بتاعتها دي حاسين انها هتعمل حاجه وحاله، استاد الاهلي الجديد المشروع القرن ده ماشي، لانه واضح ان كل حاجه متنظمه فيه ومترتبه فيه ولن يتم فيه المجاملات. حضرتك بص يا فندم، في استاد الارسنال في كباين بتتباع بالسنوي، كباين رجال اعمال خلاص في ملعب الارسنال الامارات، اوكي تذاكر موسميه للموسم كله كمان. لا ده كباين مباعه او مؤجره، مكاتب شركات يقعد يشتغل طول النهار، الماتش يروح لافف بص على الاستاد وظهره ده كله ازاز، ما ده استثمار. مش ده استثمار؟ ليه ما يبقاش في ملاعبنا كده؟ ليه ما يبقاش في كده؟ وليه ما يبقاش الحاجات دي متاحه لكل الناس؟ وليه القانون ما يطبقش بشكل عادل على الكل؟ واللي ليه تذكره يقعد في مكانه. وحضرتك قلت مش معنى ان مباراه مهمه لمنتخب مصر او مباراه مصيريه في البطوله الافريقيه للنادي الاهلي او اي نادي من الانديه الجماهيريه في مصر وفي مقدمتها الاهلي طبعا، ان انا لازم املى الممرات والسلالم، لازم الناس تتقبل ان حد هنا هخلي دايما في مساحه لاي طوارئ. الناس تقدر ماتش بتعمل بره مصر او شفته في القنوات اللي هي في اوروبا في اي حته ولقيت المكان ممر ده السلالم دي حد قاعد عليه؟ لا يمكن، ده امن مهما كانت اهميته، امن وسلامه الناس اللي قاعده بالظبط، هم نفسهم عشان لو في اي موقف طارئ يتطلب الحركه على طول. يعني ما هو انت يعني حب نفسك يا اخي، يعني حب طيب نفسك. هنرجع نتكلم عن العلاقه بين المشجع الجمهور ومن يؤمنه في المباراه، اللي المفروض ان هو جاي يحميه، يحمي الارواح طبعا ترتيبها قبل الممتلكات، يعني حمايه الارواح البشر ثم الممتلكات والمنشات، ده الترتيب المنطقي. ازاي نخلي العلاقه افضل؟ دور المشاهد المشجع اللي معاه تذكرته لوحده او مجموعه من اصحابه او اسرته وهو رايح المباراه، ازاي يتعامل مع رجال الامن الموجودين او رجال الشرطه والعكس صحيح، ازاي رجل الشرطه ورجل الامن يتعامل بمعايير قانونيه 100% رغم الضغوط اللي بتبقى عليهم من كثره الاعداد وتجاوز البعض او عدم تحمله لكثره الانتظار والوقت وطريقه الدخول والخروج وتامين الاستاد، وزي ما حضرتك قلت ان كمان بيبقى لازم يوصلوا بدري قوي عشان يقفلوا بساعات قبل ما المباراه تبدا. ازاي طيب معانا على الهاتف عضو مجلس اداره الاتحاد المصري لكره القدم الاعلامي خالد لطيف، زميلي وصديقي الاعلامي خالد لطيف. استاذ خالد اهلا بيك.
اهلا بيك يا محمد واهلا بالاستاذ. يا خالد اهلا بكل مشاهدينا. اخبارك يا سيدي؟ كله تمام؟ تمام الحمد لله. زميلنا العزيز بنتكلم عن دور كل المساهمين في الوسط الرياضي، اعلاميين رياضيين، نجوم في الانديه، لاعبين، اعضاء مجالس اداره، مسؤولين في الاتحادات الرياضيه في قضيه عوده الجماهير وتحقيق الاشتراطات والمتطلبات المناسبه لعوده الجماهير. رايك ايه؟ كلامك يمكن سمعت جزء من المقدمه بتاعتك محمد على الجماهير وانا بتفق معاك مليون في الميه. يعني اعتقادي الشخصي الدوله وكل مؤسساتها يعني فعلت ما عليها من قواتنا المسلحه اللي بتستضيف يمكن معظم مباريات الدوري الممتاز، من وزاره الداخليه، من تامين كل مباريات الدوري الممتاز القسم الثاني والثالث، وحتى بعض مباريات المناطق اللي في المناطق المختلفه. وزاره الداخليه قايمه بدور رائع جدا جدا جدا. وزاره الرياضه طبعا برئاسة المهندس فهد عبد العزيز برضه بذل مجهود كبير جدا جدا فيه. عفوا الصوت مش واضح للاستاذ شريف، هستاذنك بس يعني انا بقول لزمايلي في الكنترول ان احنا لو قدرنا نخلي الصوت يعني بدرجه ما اعلى، لان ضيفنا بيشكو ان الصوت مش واصل له. صوت ضيفنا عضو مجلس اداره اتحاد الكره خالد لطيف مش واصل للاستاذ شريف. اتفضل احنا سامعينك مره ثانيه. اتفضل. المهندس خالد عبد العزيز وزير برضه بذل مجهود كبير جدا جدا جدا. الاتحاد المصري لكرة القدم قام بدوره ان هو طبعا بيساعد كل المنظومة الرياضية عشان تعود الجماهير. خلينا نتكلم بأمانة ان جماهير كرة القدم هي العصب لكرة القدم المصرية، وشفنا ده يمكن في ماتش غانا، شفنا ده في ماتش الكونغو الأخير، شفنا ده حتى في لقاءات الأهلي والزمالك الإفريقية في كثير من الأحيان. اعتقادي الشخصي ان الدور دلوقتي جاء على الجماهير أو جاء على الروابط أو جاء على محب كرة القدم أيا كان المسمى اللي هيدخل يشاهد اللقاءات. أعتقد جاء عليه الجمهور أنه يلتزم بسلوك معين، يلتزم بإهدافات معينة، يلتزم بإطار معين. أعتقدنا الشخص كلنا كمنظومة رياضية، كإعلام رياضي، كمؤسسات دولة، لابد أن احنا نحافظ على ده بشكل يعيد الجماهير مرة أخرى إلى كامل قوتها وطاقتها كما شاهدناها في 2000. ما هو أهم ما يدور حاليا داخل كواليس الاتحاد المصري لكرة القدم بهذا الشأن؟ يعني تواصلتوا أكيد مع وزير الرياضة مهندس خالد عبد العزيز ومع المسؤولين في الاتحادات الرياضية أو كل القائمين على أي أمور هتتعلق بعودة الجماهير للاستادات سواء في الكرة أو في أي نشاط آخر، لكن إيه الكواليس اللي بتركزوا عليها في الفترة دي؟ أو أهم تحدي بيواجه اتحاد الكرة هو مهمته، هو الطوبة اللي هيبنيها في الملف ده؟ اعتقادي الشخصي ان بطوله كاس مصر القادمه هي البطوله اللي هتفتح باب الحياه مره اخرى للجماهير للدوري الموسم القادم. اننا نتكلم بامانه، احنا عندنا فرصه ذهبيه وصول منتخبنا الوطني لكاس العالم القادمه في روسيا، عندنا فرصه ذهبيه لاستضافه الانديه الكبار في بطولات افريقيا، عندنا فرصه ذهبيه ان احنا الحمد لله عدنا مره اخرى على منصه التتويج على مستوى حتى بطولات الامم الافريقيه وعلى حتى مستوى المنتخبات في اللقاءات الافريقيه اللي اقيمت في القاهره سواء في استاد برج العرب او في الاستادات الاخرى. اعتقادي الشخصي ان بطوله كاس مصر هي عنق الزجاجه لدخول الجماهير وعوده الجماهير بشكل كبير جدا ان شاء الله بدايه من الموسم القادم في الدوري. اخيرا استقريتوا على الاعداد اللي هتبداوا بيها في كاس مصر؟ ولا لسه الارقام ما اتحددتش؟ لسه ما بين اللي هو الثروه الطويله من المدير التنفيذي للاتحاد مع وزاره الداخليه، ثم الاتفاق ان شاء الله ما بين الاتحاد المصري لكره القدم بالتنسيق مع وزير الشباب والرياضه ان شاء الله. يعني متوقع خلال مدى زمني قد ايه ان شاء الله تقريبيا يعني تاخدوا قرار بشان الاعداد ويعلن؟ اعتقادي قبل اخر الشهر سيتم تحديد الاعداد بصفه اكثر دقه ان شاء الله. اشكرك جدا على مشاركتك معانا وبتمنى لك التوفيق مع كل اعضاء مجلس اداره اتحاد الكره المصري في مهمتكم سواء في ملف رجوع الجماهير او في اي ملفات تتعلق بتطوير منظومه كره القدم على وجه التحديد في مصر. زميلنا العزيز الاعلامي خالد لطيف عضو مجلس اداره اتحاد الكره بشكرك شكرا جزيلا. هرجع لك للتعقيب يا استاذ شريف، ولكن اتوقف مع حضرتك ومع الساده المشاهدين لمتابعه تقرير اخر بينقل لحضراتكم اراء بعض النقاد الرياضيين في قضيه عوده الجماهير الى ملاعب كرة القدم.
الجمهور يرجع ازاي، ده موضوع طويل قوي وما اعتقدش ان هو يعني اوانه، ويكفي ان احنا في مباريات بدون جمهور احنا بنشوف شغب وبنشوف تطاول وبنشوف خروج عن النص، واحنا بنضيع احنا بنقول ايه مباريات بدون جمهور، فما بالك اذا الجمهور عاد او على الاقل في التوقيت دوت. لا محتاجين وقت كبير قوي، مش ما اقدرش انا بصراحه ان انا اربط لك بين انك انت بتكرم ناس وفيهم وفاء وفي ناس في تقدير للمجهود اللي قدمهم، وان انا اربط بعوده الجماهير في الظروف اللي احنا فيها ديت، والصراع اللي هو مفتعل بين بعض الانديه او بين بعض المدربين بمعنى اصح، او بين بعض المدربين المسؤولين، انا بعتبر الصراع مفتعل. راحت في الوباء مع هنادي. الناس لو فاكره فيلم فين هنادي يا مايا، هنادي راحت في الوباء. الاخلاق يعني اتمنى عشان ما ابقاش يعني راجل متشائم قوي، اتمنى انها تعود، مجرد امنيات، لكن ما حدش هيحط ايده ويقول ان في اسف ان في شيء تحت ايدك دلوقتي ممكن تعمله عشان ترجع الجمهور للمدرجات بالشكل اللي احنا كنا عايزينه. الاعلام عليه دور كبير، واللي عليه الدور الاكبر في رايي واحنا بنتكلم في الرياضه، الرياضه النهارده عليها دور كبير جدا جدا، ان هي ترجع ترابط الاسره، يرجع الجمهور للملاعب، ترجع الاسره الجميله تروح. دي حاجات كانت عاديه في وقت قريب من فتره، ما اعرفش النهارده بقت صعبه ليه. انا شايف ان احنا محتاجين ان احنا نفعل شويه مساله قوانيننا، نظبط ادائنا، نظبط ايقاعنا، نواجه المشكله بقوه يعني بدون طبطبه ولا تحسيس. وبالتالي انا بشوف انه يعني تدهور الاخلاق لو عندما يعود الجمهور ويشجع بسلوك محترم، وعندما يحترم كل مدير فني نفسه وكل مسؤول في نادي او رئيس نادي نفسه وكل لاعب ما يشوحش، الحاجات دي كلها سهله، لكن محتاجه ضبط وربط ومحتاجه مواجهه، مش بقوانين ولكن بانه يبقى فيه نوع من يعني دايما تشاور على ان الكويس موجود والكويس كتير، ما افضلش طول عمري اشاور على الوحش ويبقى هو ده السمر عنه في المجتمع. عوده الاخلاق، البيت مسؤول والمدرسه مسؤوله والكلام العوانطه الكتير النظري، لكن انا بشوف برضو ان اعلامنا عليه دور كبير جدا جدا ان هو يشتغل، لانه النصيحه الغير مباشره هي اللي بتجيب نتيجه. ابنك طول ما انت بتزن عليه اعمل اعمل هيفلق منك وهيمشي. الحاجه كمان زي ما سيادتك بتقول، يعني الاخلاق لما تتحسن والذوق يتحسن ويبقى فيه نوع من الاحترام، اعتقد الجمهور هيرجع. لازم يرجع بادب، مش يرجع لمجرد انه يرجع. يعني شوف، عشان يبقى الكلام منطقي بحجم الشعار اللي انت بتكلمني منه، كل اللي بيتقال ده هزار. عايز تقول كلام، راجع الاعلام على مدار شهر شهرين سنه سنتين، مش هقول بقى 10 و20. ما يحدث هو الفوضى، ولا ادري ما السبب عن الرضا عن الفوضى. وفي ايام الفوضى يا صديقي وزميلي العزيز يجب احكام القانون واعماله، مفيش هزار. لكن كل ما يكون هناك رد من الذين يثيرون الجماهير، لاعب، اداري، اهل المنظومه، صحافي، اعلامي، سمي زي ما انت عايز بمنتهى الوضوح، وهم دول اللي بيثيروا، هم دول الذين لا ينطوا تحت اي بند من بنود القانون، هم دول اللي ردودهم صعبه جدا انها تكون حتى جماهيريه. وتقول لي نرجع الجماهير، نرجع الجماهير عشان اداري يجري ورا حكم، ولا عشان واحد يرفع صوره، ولا عشان واحد يقول حاجه، وتيجي تقول لي تعالى نناقش عوده الجماهير. ناقشوا يا ساده عوده القانون للذين يعني يأملون، مش هقول يدعون لأن المدعين احنا عارفينه، لكن يأملون في إضافة شيء جديد لمنظومة الكرة المصرية، شيء كده يبقى ترند زي ما الشباب بيقول، وشيء يبقى بيعم العالم، إنه الجماهير المصرية عادت عليهم أن يعيدوا القانون أولا ويفعلوه. من غير كده الفوضى تتمكن، لكن احنا بطبنا بنقول كل مرة يلا بينا نتجاوز، وده ما يعيش. طبعا تابعنا مع حضراتكم اراء مجموعه من كبار النقاد الرياضيين، استاذنا الاستاذ فتحي سند والاستاذ محمد سيف الدين والاستاذ عصام شلتوت، والكل بيحمل اراء يعني بوجهات نظر متباينه، مختلفه في بعض الامور، متفقه في نقاط اخرى، حول متطلبات واهميه عوده الجماهير في الفتره المقبله والضوابط المطلوبه لهذا الامر. استكمل الحوار مع ضيفنا في الاستوديو الناقد الرياضي الاستاذ شريف عبد القادر. استاذ شريف، طبعا هنعقب على طبعا ما دار خلال هذا التقرير واهم ما استمعنا اليه من اراء، وهسال حضرتك في نفس الوقت بمنتهى الصراحه،
لانه بشوف ان الموضوع ده هو لب الحكايه كلها. ازاي نحافظ على انه المشاهد او المشجع يفصل بين اهواءه السياسيه، اعتراضاته على بعض الامور، انتقاده لبعض الامور في حياته اليوميه او المعيشيه الى اخره، انه لا يحمل معه هذه الهموم الى الاستاد، لا يذهب وهو ينوي انه يهتف هتاف سياسي، انه يترك ما ليس له علاقه بكره القدم خارج الاستاد وقبل ان يذهب اليه. يروح لكرة القدم وللاستمتاع وللرياضة، طلع الطاقة ويقدم كل اللي عنده وحبه لناديه، وفي نفس الوقت حربط ده بطريقة وأسس واجبة على الطرفين أن يتعاملا معا بها، المواطن المشجع ورجل الأمن اللي بيأمن أو رجل الشرطة الموجود بيتحمل مسؤولية في استاد. إيه المعادلة الصعبة المطلوبة في الأمور دي تحديدا؟ تدي بالسؤال ولا التعقيد؟ زي ما حضرتك عايز. ردا على سؤال حضرتك، طبعا بالتأكيد في كل وظيفة فيها الكويس وفيها بالتأكيد من تعاملاتنا اليومية بيحصل مثلا مشكلة مرورية، بيحصل مشكلة خطأ هنا تجاوز بتاع كده مع فرد أمن بتاع، لكن مش هقدر أعمم وأقول إن كل النظام كده أو كل القصة كده. أنا كمواطن رايح الاستاد وحضرتك كأمن مستنيني قدام الاستاد، حضرتك ليك دور مطلوب منك تجاهي وأنا في دور مطلوب مني تجاه حضرتك، بعيدا عن اي انتباهات ولا اي حاجه خالص. انا جاي الاستاد معايا تيكت، حضرتك مسؤول وانا داخل انت تدخلني تقول لي ده الباب اللي بيدخل منه ودي البوابه اللي هتعدي منها، وفي حد منظم بيقعدني على الكرسي بتاع التيكت ده، خلاص ده المطلوب من حضرتك. ده العلاقه التعاقديه اللي بين الطرفين، حضرتك بتامنني وتامن وصولي وتامن خروجي ماشي، وان انا ارجع بيتي مش مخبوط طوبه ولا حد ضربني بشومه ولا داخل الاستاد ده. ماشي، وتحميني داخل الاستاد. انا بقى كمواطن مطلوب مني ايه وانا داخل عند حضرتك؟ ان انا اخضع للتفتيش زي اي ملعب في العالم. انا رحت من باماكو في مالي لغايه ملعب نيسان وتويوتا في اليابان، ده بيتفتش وده بيتفتش. قول لنا مرورا، يا ريت حضرتك تقول لنا حضرتك في اولمبياد لندن عشان نقرب الصوره للمشاهدين. اتنين اولمبياد لندن وريو، ثلاث بوابات وانا داخل القريه الاولمبيه، ثلاث بوابات بتفتش على ثلاث بوابات، على الحزام وفتح الشنطه ولو في جاكيت بقلعه احطه في الجهاز، كل نفس الحكايه في ريو. ما زعقتش بقى في بوصفك شخصيه في ملاعب انجلترا كلها او شخصيه عامه ملاعب انجلترا كلها؟ لا 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 ولا اي حاجه خالص. ولو طبق النظام ده هنا في مصر هعمله عادي خالص وانا سعيد جدا، لان ده بتحميني بس بشكل ادمي وقانوني. هو انا حضرتك انا ادميه الانسان وحرام. انا انسان طبيعي عادي داخل عادي، لكن انت بتحميني من واحد موتور او ارهابي، بتحميني منه انه يخش بحاجه فيها، فانت بتحميني، فانا اللي طبق عليا طبق عليا عشان في الاخر نكتشف هذا الارهاب فتساعد على ده بقى. فانا مطلوب مني كمواطن ان انا لما اجي عند حضرتك عند البوابه هتفتش بامر طبيعي خالص وبشكل محترم بدون ما يتزعق لي ولا اي حاجه، حضرتك هتخش على الجهاز زي موجود في اي حته في العالم، والجهاز ده سهل جدا وبالتالي متوفر في مصر، يعني مش صعب ان احنا نجيبه في ملاعبنا كلها. بخش على الجهاز معايا شنطه معايا حاجه زي ما بنشوف بقى في ملاعب الخليج، الولاعات والسجاد دي بتتساب بره لانها خطر وامنيا خطر جوه الملعب، خلاص المدخنين ليهم مكان يدخنوا فيه مثلا قبل الاستاد، بتخش تتامن دخلك لغايه جوه تفتش كل حاجه ماشي. طبعا في جوه وسائل ترفيه، بعض استاداتنا او اغلب الاستادات ما فيهاش الكلام ده، فطبعا ان انت تقعد من الساعه 2 للساعه 8 ماشي على ازازه ميه ولا مش عارف ايه، مفيش وسائل ترفيه غير بوفيه، لكن لو في بقى وسائل ترفيه اللي بنشوفها في الملاعب بره واماكن للاطفال ومش عارف ايه، او ان انت تروح بقى قبل الماتش بنص ساعه وخلاص وتلاقي كرسيك موجود. يعني ده يبقى دي العلاقه من الاثنين. انا عليا واجبات وليا حقوق اخدها، وحضرتك ليك واجبات عليك واجبات وليك حقوق كفرد امن، هي دي العلاقه، مش عايز اكتر من كده. كلمه ضبط النفس هي العنوان اللي سواء للمواطن محتاج ضبط النفس، محتاج لان دايما اجهزه الشرطه بتتكلم عن نفسها ان في حاجه التزام عليها اسمه ضبط النفس في المواقف الصعبه عشان الامور ما تنفلتش، بس احنا محتاجين ده يبقى الطرفين بيفكروا فيه. هقول لك الازمه النفس إيه؟ والالتزام ده سواء الشرطي او المواطن. هقول لك الازمه ايه. انا دلوقتي حضرتك واقف في الطابور عشان اخش اتفتش وبتاع ماشي، بيجي فلان الفلاني صاحب فلان اللي واقف على اول الطابور ده يعدي، لازم اتضايق؟ مش لازم تتضايق؟ مش بتحصل في حاجات تانية؟ بلاش الاستاد، بتحصل كتير قوي، مش بتحصل في حاجات تانية؟ مليون حاجة. واقف بتخلص اجراء في مصلحه ما، تبقى واقف في طابور محترم او معاك رقم زي ما بيحصل، فتلاقي فلان ده داخل، هو فلان حد جايبه معاه داخل او النجم فلان الفلاني داخل، فرئيس المصلحه دي او نازل يستقبله عشان يخلصه، هو ده مش مواطن زيه؟ يبقى القانون لازم يطبق.
او التعليمات لازم تطبق زي غيري خصوصا في المواقف اللي فيها وقت وانتظار. عشان كده بقى بيبقى يجي ايه بقى ما بقاش في ضبط نفس عشان كده ما بقاش في ضبط نفس لان انا شايف ان انا مؤدب ومحترم وملتزم بالتعليمات وغيري كسر هذا كله وخد ميزة عني وانا واقف في الطابور وكان يكون في الطابور ده حد مريض حد مسن حد وراه مشوار مهم حد وراه ارتباط اهم من الارتباط اللي هو معطله ده فدي ازمه القانون ما هو استاذ عصام بيقول لك ايه احنا في زمن فوضى فيجب نرجع للقانون بقى الفوضى الاعلاميه دي نرجع بقى للقانون نطبق القانون على الكبير قبل الصغير ودون استثناء لاي حد لان طيب. هو ده اللي هيحل طالما اتحاد الكرة على لسان عضو اتحاد الكرة الاعلامي خالد لطيف قال انه خلال ايام مع الاتفاقيات الجارية هيتم الاتفاق على انه كاس مصر حضرتك شايف ازاي ممكن نبدا وتكون التجربة دي هي يعني الاختبار الافضل والامثل لنجاح هو ضرب مثال باللي حصل في تصفيات كاس العالم وتصفيات افريقيا بالنسبة للمنتخب ومباريات الافريقية للاهلي والنادي او لازم نفرق بين ده وبين ده يعني الاهلي بيلعب في افريقيا لو حضر له 100,000 مفيش مشكله لان كلهم مع بعض في اتجاه واحد ماشي المنتخب نفس الحكايه المنتخب ما عندوش مشكله يعني ماشي اهلي زمالك افريقيا ما عندوش مشكله المشكله ان انت لما يبقى ماتش بين فرقتين فيهم ازمه او في خلفيات دي هتبقى في مشكله طبعا هو هم ليه عملوا او بيفكروا او هيعملوا كاس مصر بدون جمهور يعني حل ذكي عشان مصر خرج من البطوله المصري خرج من البطوله بجمهور حضرتك تقصد بجمهور يعني اعملوا لي كاس مصر بجمهور ويجربوا ليه عشان مصر خرج من كاس مصر فالمشكله ازمه سبب الازمه فشال حلت من توتر محتمل ممكن يحصل في حاله وجود ولكن ده مش حل ده حل وقتي انا عايز حل سريع وحاسم ويخلص لي المشكله دي وينفع لسيناريو ان اكبر متنافسين هيلعبوا بحضور اكبر عدد من الجماهير للفريق وتبقى الناس ملتزمه بص حضرتك لو كل عناصر المنظومة التزموا بتطبيق اللوائح والقوانين والتعليمات والآخر والمواثيق والكلام ده كله والله هتمشي لوحدها في ناس بتقول لو القانون اتطبق والضوابط وصرامة القانون هو احنا مش كل شوية وهقول لحضرتك حاجة بمنتهى الأمان وفي ناس بتقول لو الجمهور قرر يلتزم وقيادات المجموعات دي سواء كنا بنتكلم عن قيادات رابط جماهير التراس كل الفئات الموجودة ليها دايما العناصر الأكثر تأثيرا على المحيطين بيها اللي بيشوفوا ان هم أكثر خبرة في عملية تنظيم التشجيع والهتافات وانهم يتقابلوا فين ويتحركوا كمجموعات ازاي في ناس بتقول هم لو ظبطوا ايقاع المجموعات اللي بتنسق معاهم الدنيا هتمشي كويسه قوي لان الجمهور اللي عدم الالتزام مع اعداد ضخمه يكسر كل حاجه ويبوظ كل حاجه الالتزام مع الاعداد الضخمه يدي الصور الرائعه الجميله اللي احنا شايفينها على الشاشه بقول لحضرتك ايه هو احنا مش كل شويه نقول لك ليه احنا هو ليه ماتش السوبر ما بيحصلش مشكله في الامارات ما ده جمهور مصري وثقافات مختلفه يعني فيهم عماله صحيح. وفيهم دكاتره وفيهم مهندسين وفيهم عماله فنيه وفيهم رياضيين وفيهم عشان في قانون وفي حقوق بتاخدها وانت داخل الاستاد وواجبات عليك وانت خارج من الاستاد هو نفس الجمهور بيحصل مشكله حضرتك ثلاثه سوبر حصلوا لغايه دلوقتي سمعت عن مشكله سمعت عن واحد جمهور طلع في اي قناه فضائيه في الامارات قال انا كان معايا تذكره وما دخلتش سمعت ما هو ده نفس الجمهور لان في قانون بيطبق حضرتك وفي تعليمات بتنفذ واللي هيخرج بره التعليمات دي هيحاسب وهيعاقب سواء مسؤول او مشجع عظيم واحنا محتاجين الكل ينتمي الكل يحس ان كل منشاه وكل حدث رياضي او مباراه او احتفاليه رياضيه ضخمه باعداد كبيره من الجماهير هو يعني هو واحد من اصحاب هذا الحفل وهذا الاحتفال وهذه المنافسه وهذا الحدث الرياضي انه يشعر بالانتماء للمكان وان المكان ده كل الخدمات اللي بتقدم فيه وتامينه وحمايته وتنظيمه وترتيب اموره من اجل هذا المشجع عشان مصلحته هو وهو اول المستفيدين والمنتفعين بها لو خرجت الامور بالشكل الكافي انه يشعر ان هو صاحب بس اضيف حاجه حضرتك كنت بتتكلم عن ضبط النفس بالدقائق اللي جايه هنرجع نختتم حوارنا فاضل تقرير واحد النهارده في هذه التغطيه هنتابعه مع الاستاذ شريف ومع حضراتكم ونرجع للجزء الاخير من هذا الحوار تابعوه احنا
احنا الحقيقه ماشيين في موضوع عوده الجماهير للاستادات، واحنا على مستوى المناطق انا يعني كمدير تنفيذي القاهره عملنا اجتماعات مع بعض الجهات الامنيه في اللي هي بعض الملاعب تنتمي ليها عشان نحدد مين الاستاد اللي ممكن يصلح لعوده الجماهير. احنا ما بنتكلمش كمان على دوري ممتاز بس، احنا بنتكلم على قسم تاني وتالت ورابع، عايزين الجماهير ترجع. احنا في الفتره بتاعه تحديد اليات عوده الجماهير، العدد يبقى كام، نبدا بكام وازاي، ودخول الجماهير الاستادات والناحيه الامنيه، لان احنا مش عايزين نستعجل في حاجه زي كده وتحصل لا قدر الله حاجه ترجعنا خطوات تانيه. فان شاء الله بنوعد الجماهير خلال الفتره القادمه ان شاء الله بعوده الجماهير، واللي احنا هنناقش الموضوع ده على هامش طبعا المؤتمر وعلى هامش الفكره الاساسيه من المؤتمر، وهي تدعيم الرئيس السيسي خلال الفتره اللي جايه ان شاء الله. نتمنى ان السلوكيات كلها سواء من جمهور الكوره او سلوكيات الناس كلها في الاماكن العامه، ان السلوكيات كلها تتماشى مع اللي احنا واصلين له دلوقتي، ان نخلي مصر دي باذن الله باذن الله كده ام الدنيا. فنتمنى ان السلوكيات كلها عامه تبقى كويسه، وسلوكيات جمهور الكوره يجي ويشجع فرقته بس، ملوش دعوه بالفرقه الثانيه، ونرجع لايام الزمن الجميل ان كل الجماهير بتقعد جنب بعضها، ده بيشجع الاهلي وده بيشجع الزمالك وده بيشجع الاسماعيلي. نتمنى ان الروح الجميله دي ترجع تاني، وان نتمتع بوجود الجمهور، لان وجود الجمهور ده بيشجع اللعيبه ان تقدم احسن ما عندها، وبالتالي المستوى بيتقدم وبيرتفع، وبنشوف كوره جميله، ونرجع زي ايام ان شاء الله بالزمن الجميل باذن الله يعني. طبعا اللي بيدير الكرة اتحاد الكرة هو الأب بتاع اللعبة، وهو المنوط بيه ان هو ينجح دخول الجماهير وخروج الجماهير. طبعا هو طبعا في طبعا الجانب الأهم والأعلى اللي هو الشرطة، وزير الداخلية على ما أعتقد ان هو عنده في موافقة ان هو ترجع، بس لازم كل نادي يكون مسؤول عن زي ما أنا عرفت يعني ان هو يكون مسؤول عن الجماهير بتاعته في دخولها وخروجها وتأمينها لغاية لما يروح. انما انا عايز اقول انا بقى اللي هيأمن ده كله القانون، لو في قانون وبيتنفذ مظبوط بتهيألي الكل هيلتزم بيه، والشعب المصري دايما يعني بيحب النظام، لما بيقول يا نظام بيبقى منظم يعني، لما بيتوجه للصح بيعمله، فهو القانون اللي هيردع اي حاجه، وان هيخلي الامور ترجع لنصابها يعني. كل الانديه وكل الادارات وكل الجمهور وكل الاعلام مهتم بالثلاث نقاط والدرع والكاس والفوز والمكسب والخساره يعني. لا، القيم ترجع والاخلاق ترجع بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بينا كلنا. وزاره الشباب لها دور، اتحاد الكره له دور، ادارات الانديه لها دور، الاجهزه الفنيه يا محمد لها دور كبير جدا، واخد بالك؟ كباتن الفرقتين الكبار لازم يا جماعه يبقى لينا دور في التوعيه، لينا دور ان شاء الله ان احنا نحافظ على وطن غالي وعزيز، ومحتاج كل واحد مخلص ومحترم وعنده الاخلاقيات. لازم ترجع للملاعب تاني يا جماعه، يعني ايه مكسب؟ يعني ايه رياضه؟ ده ماتش كوره، هي حرب. فان شاء الله ترجع بالتعاون بالترابط بامرها بالتوجيه بطوله البال بالصبر بالقدوه بالاختيارات السليمه، ان شاء الله ترجع اقوى واحسن باذن الله تعالى. ولازم ترجع باذن الله تعالى ان شاء الله. احنا دلوقتي بنسعى من سنين عشان نرجع جمهور، الجمهور يرجع ازاي غير بالاخلاق والحب والحاجات، حاجات كتيره جدا، فكل حاجه ترجع ان شاء الله احسن من الاول باذن الله تعالى. انا بقول احنا يعني زمان كان فيه ايد قويه شويه، يعني اذا حصل شغب مشاغبه بسيطه حتى بالشتايم او الكلام ده بدون احتكاك، كان النادي ده بينقل له مباريات بره خارج ملعبه وبيحرم من جماهيره، يعني نقل لمباريات وبدون جماهير مباراتين وبعدين سته وبعدين، يعني كان في عقوبه، ولكن عمليه التسيب شويه زودت العمليه. ولكن انا بقول ان الاحداث اللي كانت بتحصل يمكن الناس تستفيد من الدروس دي وتلتزم، واتمنى ان احنا عوده الجماهير، لان كوره بدون جماهير ما تنفعش، لكن تكون بانضباط ويكون الناس اللي تخش الاخلاق. واي نادي يكتشف ان عنده عناصر هتضر بفريقه ضر الخصم او المنافس يمنعها من الدخول. الجمهور عايز الوقت اكتره، في ناس بتخش عايزه فلوس منك وعايزه فلوس من اللعيبه وعايزه فلوس من المدرب وعايزه فلوس من الاداري،
ودي طبعا عمرها ما كانت بتحصل. هما كانوا بيجوا يجيب لك حاجه حلوه، يجيب لك حاجه ساقعه، ايام ما كانش بفلوس. فطبعا دي خلصت خالص من 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 من, من الجمهور، والجمهور نفسنا هو اللي عمل المشاكل. ما انت ما تجيش بتتفرج ان انت عملت مشكله وهتعمل مشكله، مش هتتفرج، وهتلاقي الجماهير مش هتكون موجوده. الا لازم نرجع تاني للادب والاحترام للناس. مشاهدينا، بهذا التقرير وصلنا إلى آخر فقرات هذه التغطية وهذا الحوار من خلال استاد الأهلي. وهنختتم بكلمة أخيرة أو تعليق أخير من ضيفنا الكريم الناقد الرياضي الأستاذ شريف عبد القادر. أستاذ شريف تفضل، كنت عايز تقول كلمة أخيرة عن قضية الالتزام وضبط النفس. هو يعني حضرتك بتطالب الجمهور بضبط النفس معاك؟ لا، ما قلتش بطالب الجمهور بس. يعني لا، ايه مساله الجمهور والامن والشرطه يعني وكل العناصر اللي بتتعامل مع بعض في الاستادات. ضبط النفس للمسؤولين الاجهزه الفنيه. ممكن الاستاذ عصام شلتوت وهو بيتكلم اشار لده، حاله انفلات الاعلامي للمسؤولين عن الانديه وعن في الاعلام الرياضي وفي كل المجالات. المسؤولين لا عن الانديه، مش الاعلام الرياضي. ماشي، حاله الانفلات دي لازم يبقى في ضبط النفس عشان الامور تمشي. ما انا عارف ان بيحصل بره بيبقى في تراشق، مثلا مدرب مع مدرب زي ما بنشوف في الدوري الانجليزي. ماشي، بيقول ده ما بيفهمش، ده مش عارف ايه، لكن بتخلص بتبقى واقعه وبتنتهي. مش لا بقى اعمل بقى استوديو مخصوص عشان اجيب مورينيو يشتم فينجر واجيب فينجر يرد على مورينيو. انا قلنا تاني الاعلام الرياضي يبقى بنقول الحلقات كلها تبقى مدركه كله، يبقى في ضبط النفس دي ايه، ويبقى عارفين ان الهدف كله ان نرجع منظومه الكره بشكلها الجميل. ما قبل 2011 لسه بنقول اهو، هو ما كان في الجمهور بيحضر والاهلي والزمالك بيلعبوا، ما كانش ابدا في احداث بالشكل ده. حاله الانفلات احيانا كان في حالات بس نادره، يعني 2011 منذ 2011 حاله الانفلات اعلاميا و و و والاخر كرويا هي اللي وصلتنا للحل اللي احنا فيها دي. ماشي، وللاسف للاسف في ناس عندها دوافع وأفضل ليوصل حل كده. عموما احنا بنتمنى الكل يعني يدرك اننا كلنا في اتجاه واحد، كلنا في مركب واحد. نجاح المباريات والحضور الجماهيري نجاح لمنظومة الرياضة، ايرادات للأندية وللاستثمار الرياضي، وفرصة للاستمتاع بتشجيع الفريق اللي بتحبه وبتدعمه وعايز تكون معه في كل مكان. الجمهور ورابط الجماهير وقياداتها عليهم دور، الامن عليه دور، المسؤولين في الاتحادات الرياضيه واتحاد الكره عليهم دور، الاعلاميين الرياضيين عليهم دور، المسؤولين في مجالس اداره الانديه طبعا عليهم دور، كل النماذج اللي بتعتبر شخصيات عامه ونجوم في الوسط الرياضي المصري عليهم دور مهم في الفتره الجايه في رسم صوره ايجابيه عن هذا الوسط. ان شاء الله تتكامل الادوار، كلنا مواطن ورجل شرطه، مواطن وامن موجود لاي منشاه سواء نادي او استاد او اي منشاه رياضيه، نتكامل ونتواصل مع بعض ونفهم ان كلنا بنحاول نحترم ادوار بعض ونتعاون عشان مصلحتنا كلنا ان شاء الله ومصلحه النشاط الرياضي ونشاط كره القدم في مصر. في نهايه هذا الحوار بشكر حضرتك، اثقلت عليك اسئله كتير جدا لا لكن اسعدتنا بوجودك معانا النهارده. النقد الرياضي الاستاذ شريف عبد القادر، شكرا جزيلا. شكرا ليك وشكرا لمشاهدي قناه النادي الاهلي، ان شاء الله دايما نلتقي على خير باذن الله. بشكر حضراتكم، وصلنا لختام هذا اللقاء وهذه الحلقه من حلقات استاد الاهلي. شكرا جزيلا لحضراتكم على المتابعه والى اللقاء.